مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. برضو يوم جديد من أيام البيت الكبير النهاردة معاكم على مدار 3 ساعات. قبل أي كلام برحب بزميلي العزيز الكابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك يا سهام، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة أكيد هنتابع كل الكواليس والأخبار اللي بتخص طبعا استعداد فرقتنا النادي الأهلي للمباراة، مباراة العودة أمام الوداد إن شاء الله اللي هتكون يوم الجمعة القادم. إن شاء الله في فقرتنا الأولى النهاردة في البيت الكبير هيكون معانا 2 من الضيوف نجوم الصحافة الرياضية، الأستاذ جمال الزهيري رئيس القسم الرياضي بأخبار اليوم، وكمان هيشرفنا وللمرة الأولى الأستاذ سامي عبد الفتاح، ده الناقد الكبير الرياضي بجريدة الجمهورية، هيكونوا مشرفين النهاردة. هنتابع كواليس وأخبار مباراة إن شاء الله العودة بتاعت يوم الجمعة، هنتكلم كمان على الأجواء الإعلامية، كمان ردود الأفعال في المغرب عاملة إزاي، فإن شاء الله تكون فقرة مميزة بإذن الله سامي. إن شاء الله. بإذن الله. كمان الفقرة الثانية أكيد والثالثة مرتبطين أكيد، وكل الأيام اللي جاية دي هنكون بنتكلم عن مباراة الأهلي والوداد في العودة يوم الجمعة الجاي بإذن الله. النهاردة في الفقرة الثانية مشرفنا ضيفنا الكبير، واحد من الشخصيات الرائعة الحقيقة، اللاعب والمدرب القدير النجم مجدي عبد العاطي، نجم انبي ومنتخب مصر السابق. والفقرة الأخيرة مشرفنا فيها الكابتن الكبير برضو رمضان السيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني القدير. خلاص يعني ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة العودة بإذن الله، وإن شاء الله كلنا أمل إن احنا يعني نلعب المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر إن شاء الله بإذن الله. لا يعني زي ما اتكلمنا مع أي مكان، أي مكان، المهم البطولة، النادي الأهلي، احنا مركزين، احنا النادي الأهلي بس كده. يعني إن شاء الله بإذن الله استعدادات تكون على أعلى مستوى، التحضيرات لمباراة العودة لا تقل أهمية عن مباراة الذهاب، وإن شاء الله بإذن الله زي ما متعودين النادي الأهلي فرحنا بإذن الله، ويبقى بيأكد إن شاء الله وصولنا للمباراة النهائية أكيد بإذن الله. في الكلام ده بقى إيه؟ عشان نبقى عارفين يعني او خلاص احنا يعتبر بقينا متعودين على اخبار زي كده كل يوم، او كل ما انت ما بتقرب من ماتش مهم او بطوله مهمه خلاص بقت الشائعات او اللغط اللي حواليك لازم يكتر ولازم يعني يحصل. انا مش فاهمه ليه لحد دلوقتي. هنبدا من الخبر المهم اللي معانا واللي نفاه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، واللي اكد انه محمد الشناوي حارس الفريق ما حصلش على اي بطاقه صفراء خلال مباراه الوداد المغربي في نصف نهائي الدوري دوري ابطال افريقيا، واكد انه الشناوي مش مهدد بالغياب زي ما الناس بتتكلم او بعض الناس ما بتتكلم دلوقتي انه الشناوي مهدد انه يلعب النهائي الافريقي حال حصوله طبعا على انذار جديد في مباراه العوده. يعني عندك 3 انذارات صفر معناها ان الشناوي يعتبر بره. الكلام ده ما حصلش. المباراه يوم الجمعه اللي جاي الشناوي ان شاء الله هيلعب، ما عندوش اي انذار ولا يعني ما فيش اي انذار تقريبا في مباراه العوده، عنده انذار واحد بس بالظبط، وما حصلش لا على الانذار التاني، وان شاء الله ما فيش اي انذار يحصل. الانذار اللي كان كابتن هاني بيتكلم عنه دلوقتي اللي هو حصل في مباراه سان داونز في الدور ربع النهائي من البطوله، كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول انه كل اللي تردد حوالين تلقي الشناوي اي انذار او الانذار التاني تحديدا امام الوداد ده يا جماعه ما فيهوش اي يعني عاري تماما من الصحه. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان النهارده كان بيتكلم في تصريحاته دي انه لائحه الاتحاد الافريقي زي ما قلنا المنظمه للبطوله بتنص على ايقاف اللاعب لو حصل على 3 كروت صفراء، وفي الحاله دي الاهلي مش مهدد انه حتى يحرم مش بس شناوي من اي لاعب تاني، ما فيش اي حد من لاعبتنا يعني مهدد بالايقاف ان شاء الله او صحيح. ان هو ما يلعبش في المباراه المهمه ديت يوم الجمعه اللي جاي. خلينا اعلق بس بنقطتين مهمين جدا، يمكن في نقطه الناس ما تعرفهاش، النقطه الاولانيه ونقطه مهمه جدا موضوع الانذارات كمان ده مهم ليه؟ لان ده دور مهم جدا للكابتن سيد عبد الحفيظ. اي لاعب بياخد انذار بيبقى ده بيتحط في السكور شيت وبيتبعت لمدير الكوره بيقول له فلان الفلاني حصل على انذار. وقبل المباريات طبيعي جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ بيراجع كل السكور شيت، اذا كان اي لاعب مهدد بانذار او عنده مشكله لو حصل على انذار هيتوقف المباراه اللي بعديها، ده
بلغ على طول للعيب حتى قبل المباراه. لا وبعدين مش هو لو حصل على انذار مش المفروض ده احنا بنشوفه كلنا في الملعب؟ ده طبيعي. يعني لا انا بتكلم على البروتوكول. ممكن الناس اللي مش عارفه بالظبط نظام الانذارات ايه، انه الانذارات ده شيء مهم جدا، وبيبقى في ورقه مكتوبه بعد المباراه ان فلان الفلاني عنده انذارين، عنده انذار، عنده ايه اللي عمله خلال اللعب ده خلال الهيستوري كله. فطبيعي جدا ان لو في حاجه زي ديت اكيد كمان كان الشناوي هيكون عارف، هيتبلغ بيها. دي قصه. القصه الثانيه والنقطه اللي انت اتكلمتي عليها سهام، ان هو ليه الجدل حوالين الموضوع ده، واللي طلع الاشاعه ديت واللي كتبها على السوشيال ميديا كان الغرض منها ايه؟ يعني الغرض منها يعني حاله الفوضى، تشتيت ذهنك. مش هيحصل لنقطتين زي ما بقول لك. النقطه الاولى عمليه النظام البروتوكول المتبع في كل الفرق، انه الشناوي عارف عنده كم انذار، الكابتن سعد عبد الحفيظ بيقول للعيبه كمان قبل المباراه انت فلان خلي بالك انت عندك انذار الثاني، لما تاخدش او يعني بيبقى خلي فيه كمان بالك من طبيعي انت بتلعب. وبيبلغ المدير الفني احنا عندنا، وده مهم كمان، بيبلغ المدير الفني والله احنا عندنا اللعيب فلان الفلاني وعنده انذارين، وبالتالي بيبقى فيه تعليمات خاصه. فكل دوت طبعا عاري تماما من الصحه. موضوع الشناوي، تالق الشناوي بشكل اكتر من رائع، يعني خلى الناس تبقى عندها عايزه تاخد ترند، عايزه تطلع والناس تشوفها بشكل كبير. فبأي خبر عن الشناوي دلوقتي الناس بتخش عليه، فزي ما انت اكدت يا سهام يعني الموضوع يعني. الموضوع عالي تماما من الصحه، ومنطمن جماهير النادي الاهلي ان الشناوي مستعد تماما، ومثل هذه الشائعات اعتقد بتبقى بعيده تماما عن انها تنول من اهتزاز اللعيبه او ثقه اللعيبه. وزي ما انا قلت الموضوع كله سوشيال ميديا، الموضوع كله حد عايز ياخد ترند، فبيتكلم على خبر عن الشناوي اي لعيب من النادي الاهلي. فاحنا مركزين وان شاء الله باذن الله يوم الجمعه بناكد ان شاء الله وصلنا للمباراه النهائيه باذن الله. نروح لخبر تاني عن، طبعا حضراتكم عارفين انه الفريق حصل على راحه من التدريبات لمده 48 ساعه بتنتهي النهارده، بعد طبعا ما قرر الجهاز الفني بقياده موسيماني انه يمنح اللعيبه راحه سلبيه 48 ساعه بعد طبعا ما فوزنا على الوداد بهدفين. الهدف من الراحه زي ما حضراتكم اكيد عارفين ان يعني بيحاول انه يحافظ على اللعيبه، بيمنحهم قدر كافي من الراحه بعد رحله السفر الطويله وتغيير طبعا الاجواء ما بين مصر والمغرب. والنهارده بيعود مره تانية للتدريبات بكره باذن الله. طبعا خلاص الفريق اغلق ملف مباراه الذهاب زي ما اتكلمنا، وكل تركيزه دلوقتي في انه خلاص هيدخل مباراه الاياب وهو في قمه تركيزه، وان شاء الله يواصل التوفيق ويحقق نتيجه ايجابيه في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، ونوصل للنهائي. هو ده المهم، نوصل للمباراه النهائيه رسميا باذن ان شاء الله. باذن الله زي ما بنقول كل الاستعدادات على اتم جاهزيه على مستوى الفني والبدني. موسيماني بيدي اللعيبه راحه لمده يومين ان شاء الله، بكره يتواصلوا للتدريب ان شاء الله بكره العصر في استاد التتش بالنادي الاهلي استعدادا للمباراه المهمه جدا. ولسه كمان ما اخبرنا مع النادي الاهلي ان الفريق الاول، واكد الكابتن سيد عبد الحفيظ ان كمان محمود كهربا، كلنا كنا بنشوف حاله كهربا ايه، محمود كهربا اقترب من اعلان جاهزيته للتواجد داخل الحسابات الفنيه ان شاء الله لمباراه الوداد. كابتن سيد اضاف ان اللاعب يعني ماشي بشكل جيد جدا جدا في تنفيذ البرنامج التاهيلي، وبقى قريب جدا من العوده للتدريبات الجماعيه. كابتن سيد قال كمان انه هيكون قريب من الانضمام للقائمه وفي مباراه الوداد ان شاء الله. طبعا كل ده تحت رؤيه المدير الفني موسيماني. حال تاهل كهربا بشكل كبير جدا اكيد هيكون في القائمه، وجوده في الملعب ده على طبعا دي مساله فنيه بحته، وانا في اعتقادي الشخصي يعني ان شاء الله كهربا يكون موجود في القائمه ان شاء الله، يكون ليه دور. يعني ما اعتقدش ان ممكن كهربا يبدا المباراه لو حتى جاهز، لان بقاله فتره بعيد وبيرجع من اصابه. اللاعب اللي راجع من اصابه دايما لازم يكون جاهز 100% اولا طبعا. والجزء الثاني ما اعتقدش هيبدا، لكن ممكن يكون ليه دور في المباراه. يعني ممكن موسيماني لو كهربا موجود يبقى ليه دور في الشوط الثاني، على حسب طبعا الحاله الفنيه للعيبه وعلى حسب كمان نتيجه المباراه. فوجود كهربا في القائمه ده شيء ايجابي. يعني دايما بنتكلم ان احنا لازم يكون عندنا دكه كويسه صح. وده نقطه قوية. ايجابيه علشان المباريات الكبيره زي ديت بتحتاج كمان تغيير على المستوى الفني، والتغيير على المستوى الفني او تغيير شكل المباراه ده بيجي من الدكه. فوجود كهربا
ان شاء الله، والكابتن سيد مطمنا ان شاء الله ان هو في حاله جيده، ان شاء الله يكون متواجد في القائمه وكل دور باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نروح بقى للمجلس، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي الحقيقه النهارده ظهر النهارده خطوات تنفيذيه ومعدلات العمل في المشاريع الانشائيه داخل فرع النادي في الشيخ زايد تحديدا، يعني طفره زي ما حضراتكم شايفين كده يمكن في الفيديو ده. النهارده كابتن محمود الخطيب بعد ما وصل امبارح، كانوا راجعين زي ما قلنا في بدايه الحلقه، راجعين من رحله سفر طويله مع طبعا بعثه الفريق، النهارده الصبح بيطمن على سير العمل ومتابعه انجاز المشروعات في فرع الشيخ زايد اللي بيتم تنفيذها وفقا للخطه الانشائيه، او خلينا نقول بقى البرنامج، برنامج عائله الاهلي اللي تم وضعه من قبل المجلس علشان يقدموا، وده الهدف، ان يقدم لك خدمة افضل تليق باعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب كان بيرافقه في هذه الزيارة خالد الدراندلي امين الصندوق، المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة، وايضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المهندس سامح المستشار الهندسي، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد. كان النهارده مجلس الاداره اللي حضر او اعضاء مجلس الاداره اللي حضروا كانوا بيستمعوا لشرح مفصل من المهندس سامح، كان بيستعرض من خلاله اخر مستجدات المخطط الانشائي اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي في فرع الزايد، وده بيضم مبنى الاسكواش بسعه 8 ملاعب، بيحتوي ايضا على مكاتب اداريه، بيحتوي على صاله تنس طاوله كبيره، و بجانب طبعا لغرف خلع الملابس. ده حقيقي. كمان خلينا نتكلم سهام ان بالرغم المجهود الكبير اللي عمله كابتن محمود الخطيب في الاسبوع اللي فات وسفره مع البعثه ومتابعته لكل صغيره وكبيره بالنسبه للفريق، وانا اعتقد كان ليه دور ايجابي جدا جدا في رفع الحاله المعنويه للفريق، كمان بيرجع وبيرجع على يعني على الخطه، على المستوى يعني الخدمي وكمان مش والمستوى على مستوى الرياضي. يعني راح كمان التجمع الخامس وكمان مدينه نصر، يعني كمان مدينه نصر كان بيتم بعض استكمال المنشات وكلها زي ما انت قلت كلها في خدمه الاعضاء الجمعيه العموميه. ده موجود طبعا الصوره قدامنا، ده بعد الكابتن خطيب ما توجه للشيخ زايد او فرع الشيخ زايد، توجه كمان الى مدينه نصر، ويعني بيشوف الاكاديميات، الملاعب، التنس. كابتن الخطيب بسرعه جدا بيقول لازم يا جماعه ننهي من جميع الاعمال الانشائيه ديت وفقا طبعا للخطه الزمنيه اللي حطها مجلس الاداره. شفنا زي ما بقول الكابتن كمان محمود الخطيب، انا وجهه نظري انه بيقوم بمجهود رائع، ومجلس الاداره بشكل كامل. وجود الكابتن محمود الخطيب بعد ايام من رجوع رحله طويله زي ديت، واعتقد امبارح الصبح راجعين راجعين، والنهارده الصبح بيروح زايد، وبعد ما كان في زايد بيروح مدينه نصر وبيطمن، كل دوت في خدمه الجمعيه العموميه، كل دوت في اطار سرعه تنفيذ المنشات والتطوير الانشائي في فرعي النادي الاهلي في مدينه نصر والشيخ زايد، عشان في خطه زمنيه. يعني هو مرتبط كمان ووعد الجمعيه العموميه بخطه زمنيه. فكل الشكر طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب على المجهود اللي بيقومه، حتى على المستوى زي ما اتكلمنا على مستوى ملف كره القدم بيقوم بمجهود رائع، وكمان على مستوى خدمه الجمعيه العموميه من خلال متابعه الانشاءات على مستوى فرع الشيخ زايد وكمان فرع مدينه نصر. طبعا فرع مدينه نصر ده كمان عايزين نتكلم على الجراج النهارده، يمكن حتى كابتن محمود كان بيتفقده، لان ده هيسع تقريبا 100 سياره او اكتر، بس ده طبعا كان عامل، يعني انتوا عارفين ان موضوع عدم وجود جراج في المنطقه دي كان لسكان مدينه نصر والحتت البعيده عننا دي كان عامل قلق، وقلق كبير كمان. فده هيكون متاح ان شاء الله في خلال 6 شهور للاعضاء، وده افتكر هيحل ازمه كبيره جدا في الشارع. وكان ده مطلب يعني. كان مطلب كبير جدا، لان كان في صعوبه جدا في طبعا الباركنج والعربيات الكتير طبعاً. فطبعا ده هيوفر مجهود كبير، وهيبقى في راحه كمان للاعضاء ان هم يركنوا بشكل مناسب، وخدمه بيقدمها طبعا النادي الاهلي طبعاً. واكيد الجمعيه العموميه يعني تستفيد منه اكيد. طيب نروح لخبر مهم جدا، يعني عندنا خبر واحد من نجوم النادي الاهلي اللي خدموا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الكابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي،
السابق وكمان المدير الفني للنادي الاهلي سابقا وعضو طبعا فريق التحليل بقناه النادي الاهلي. النهارده الكابتن محمد يوسف اصبح مدير فني لنادي البنك الاهلي. بنقول له الف مبروك وكلنا ثقه في محمد يوسف، مدرب واعد، مدرب على مستوى عالي جدا، عنده خبرات كبيره، المشوار وتجربه اكيد جديده في مشواره التدريبي، ان شاء الله ربنا يوفقه فيها. وكمان النهارده تم الاعلان عن توليه المسؤوليه بشكل رسمي خلال طبعا الفترة القادمة، طبعا بداية من الموسم القادم مع نادي البنك الأهلي. طبعا بنك النادي الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، الكابتن محمد يوسف إن شاء الله معاه كمان الكابتن عادل مصطفى، زمايلنا يعني كلهم يعني الكابتن عادل مصطفى كمان من من الكوادر الفنية الرائعة ومدرب على أعلى مستوى. كمان في واحد من اللي كانوا موجودين في الجهاز الفني للنادي الأهلي سابقا الكابتن طارق سليمان، ده مدرب طبعا حراس المرمى. يعني احنا بنقول لهذا الجهاز إن شاء الله ربنا يوفقكم، المهمة أكيد مش سهلة لكن احنا واثقين جدا جدا في هذا الثلاثي، الكابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن طارق سليمان، على المستوى الفني ان شاء الله يعملوا حاجه جيده جدا. يعني مشوار هيبقى، مش هقول مشوار سهل، لكن ان شاء الله البنك الاهلي كمان يوفر لهم الامكانيات ويوفر لهم بعض، لان دايما الصاعد من الممتاز به للممتاز الف بيكون في شويه مشاكل في اللعيبه وتوظيف اللعيبه بشكل مناسب، لكن احنا عندنا يعني عندنا كوادر فنيه زي الكابتن محمد يوسف، كابتن عادل، عندهم خبرات طبعاً كبيره جدا. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في تجربتهم الجديده على مستوى تدريب فريق بنك الاهلي. انا كمان بقول له مبروك، مبروك لكابتن كمان عادل مصطفى، انا كلمته في التليفون قبل الهوا كابتن محمد، ان شاء الله يكون معنا بكره على التليفون عشان يتكلم اكتر عن التجربه دي اللي ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق فيها، وبنتمنى ان هي تكون تجربه ناجحه تضاف لنجاحات ابناء الاهلي المخلصين، لانه محمد يوسف ده واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، هو كابتن طارق وكابتن عادل مصطفى اكيد. وزي ما احنا شفنا اداء راقي جدا في الدوري ده الموسم ده في اسوان، وكابتن احمد كشري عمل ايه بأداءه الراقي اللي عمله مع فريقه فريق اسوان، فان شاء الله دي تكون كمان تجربه اخرى مميزه جديده لابناء النادي الاهلي وتضاف لنجاحات البيت الكبير باذن الله. اخبارنا خلصت، هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنستقبل اثنين من النقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ سامي عبد الفتاح. اهلا بحضراتكم في اول فقرات البيت الكبير، معانا النهارده اثنين ضيوف من نجوم الصحافه الرياضيه في مصر على مستوى النقد الرياضي والنقد القروي بشكل كبير جدا. مشرفنا النهارده الاستاذ سامي عبد الفتاح، اهلا بيك يا استاذ سامي، منورنا في البيت الكبير، سعداء بوجودك. انا اسعد والله، ربنا يخليك. وطبعا حبيبنا وصديقنا الاستاذ جميل الزهيري، طبعا بتشرفنا دايما وتنورنا في البيت الكبير. انا والله بكون سعيد وانا معاك يا كابتن، ربنا يخليك ان شاء الله تبقى حلقه مفيده ان شاء الله مع الاستاذ سامي. طبعا ان شاء الله طبعا ملف، خلينا نقول ان يمكن السبت اللي فات والحد كان نقدر نقول في اختبار صعب للفرقه المصريه المتمثله في النادي الاهلي والزمالك على الاراضي المغربيه. عايز اعرف من حضراتكم، ابدا بالاستاذ سامي، نجاح النادي الاهلي ونادي الزمالك في الفوز بيه على الوداد وعلى الرجاء مردوده ايه، وينعكس ازاي على حتى الكوره المصريه وتفوق الفرق المصريه على الفرق المغربيه؟ طبعا يعني احنا في حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، النجاح ده في المغرب، اهلي وزمالك في المغرب، دليل يعني مفيد جدا وقاطع على الرؤيه الصح ان الدوري كان لازم يشتغل، وان ما الاراء اللي كانت بتقول لا ما في مخاوف كورونا او في يعني الدوريات كلها كانت اشتغلت، بس طبعا اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجنايني كان لها، وكل اتجاهات الدوله ومجلس الوزراء كان لها اتجاه قوي جدا في ان الدوري يشتغل، ده عاد بمردوده اللي شفناه في الدار البيضاء يعني بشكل صريح. يعني الانجاز اللي عمله الاهلي والزمالك بالفوز في ذهاب دوري الابطال يعني واضح جدا الفروق الفنيه والبدنيه في الملعب، نتيجه ان الفرقتين كانوا منخرطين بقوه جدا في الدوري. صحيح حصل تغييرات في الاجهزه الفنيه برضه ما اثرتش، ودي برضه ظاهره ايجابيه جدا. فطبعا يعني عايز اقول ان التفوق ده يعني علامه
للكره المصريه حديثه، حديثا يعني ان على التفوق على الكره المغربيه في المغرب دي مساله مش سهله، بس في نفس الوقت تحذرنا من اللي جاي. يعني هنتكلم اكيد دي كانت خطوه اكيد طبعا اللي جاي. اصلا انا عايز اقول ان الفرقتين قدموا كره حلوه واستحقوا الفوز. الاهلي بالذات يعني كان اداؤه مميز جدا جدا. يعني هقول طبعا ان شيء من التوفيق كان في جانب الفرقه، وده يعني مساله موجوده في كره القدم. صحيح. ان التوفيق انت بتدور عليه. صحيح. وزي ما هو بيدور عليك يعني. ف يعني الهدف المبكر لقفشة وضربة الجزاء اللي صدها الشناوي. طبعا التفاصيل الفنية طبعا هنتكلم فيها طبعاً. وان شاء الله يعني هنغطيها بشكل او باخر، وكمان عايزين كمان ان شاء الله من خلال حوارنا نتكلم كمان على القادم. اعتقد المباراة الاهم دلوقتي هي مباراة العودة ان شاء الله يوم الجمعة. استاذ جمال، كانت مفاجأة بالنسبة لك فوز الاهلي والزمالك في المغرب؟ بصراحة رغم انه امكانيات الاهلي وامكانيات الزمالك امكانيات كبيرة، انما برضو كان في جزء كبير من المفاجاه. يعني ما اقدرش اقول ان انا كنت متوقع الفوز او متاكد الفوز أو يعني متاكد طبعًا. لا طبعا انا بقول كلام مش واقعي، انما انا بقول اللي تخاف منه ما بيبقاش في احسن منه. ويمكن يكون احد اسباب تفوق الاهلي والزمالك في المباراتين هو انهم كانوا عاملين حسابهم كويس قوي ومستعدين كويس قوي، لانه ده كان واضح جدا. ويمكن هنا انا هركز شويه برضو على الاهلي، انه بعد وصول موسيماني وتولي المسؤوليه ومن خلال المقارنه لما تشوف كل المباريات اللي لعبها موسيماني مع النادي الاهلي محليا ثم افريقيا، هتلاقي انه النادي الاهلي اداؤه اتغير. ويمكن احنا اتكلمنا مع بعض في الحلقه الاخيره يوم الخميس بالليل، كان على مسألة نلعب دفاع ولا نهاجم ولا ايه. صحيح. يعني يمكن كان معايا الاستاذ محمد القوسي، قلنا نبدأ نضغط من قدام ولا نعمل. بس انا في رأيي برضو انه الاساس التغيير الكبير اللي حصل مع موسيماني اللي هو التمركز الدفاعي والضبطة اللي موجودة في الملعب، لان ده بيديك قوة في اقتناص الفرص. يعني الهدف اللي احرزه مجدي قفشة في اول 4 دقايق ده كان في قبليه فرصه كمان. يعني ده ما يعني ان انت حتى لو انت بتدافع كويس هتبقى جاهز اكتر، لانك وعندك مسيطر وعندك اراده الفوز موجود وعندك اراده الفوز لا وبتبقى مسيطر على الملعب وشايفه كويس ومش خايف. فانا بقول انه طبعا الفوز رغم انه يعني التوقعات كانت 50-50، انما المباراه نفسها لا، الوضع اختلف تماما. و كل التوقعات اللي كانت قلقانه من المباراه ذهبت ادراج الرياح زي ما بيقولوا بعد دقائق. يعني مجرد انك تشوف اللي هو شكل فرقه النادي الاهلي وبعديها شكل فرقه الزمالك، لا تحس ان انت هتكسب. يعني بلا تردد يعني. وبعدين الفوز ده انا بقول انه فوز مهم قوي كمان بالنسبه للنادي الاهلي. ده اول فوز في دور نصف النهائي من يعني حتى في احصائيه من 2005. وبعدين ده الفوز رقم 14 في نصف النهائي البطوله الافريقيه، وده ريكورد. تمام. يعني ده رقم، وده فيز. اول مره انت تكسب في النصف النهائي خارج ملعبك. حصل 2005 بس انت كنت بتلعب مع الزمالك. المباراتين كان في الكليه الحربيه، في مباراه بتاعتك ومباراه بتاعت الزمالك، ومع ذلك كسبت انت الماتشين. في كمان ده اول فوز لموسيماني على الوداد في ملعبه. يعني ده برضو من الارقام. صحيح. انا عايز اقول ان المباراه ككل كده مش مجرد فوز، وده يدينا برضو مش هقول تحذير بس الارم كده قبل مباراه العوده، ان احنا ناخد الامور بانضباط شديد جدا. وده اللي انا حسيته برضو في تصرف فرقه النادي الاهلي، وساعه ما الكابتن محمود الخطيب كان بيهنيهم في الملعب بعد المباراه، لا انه ناجل الافراح لما بعد ايه المباراه اللي هي القادمه ده الحاسمه. يعني ده الاهم. واستاذ سامي برضو من خلال كمان تصريحات موسيماني بعد المباراه فيها جزء، يعني لو استدرجنا كده تصريحاته على المستوى على مستوى المؤتمر الصحفي اللي اتعمل او تصريحاته من خلال الصحافه،
ونطلع منها شخصيه موسيماني. نمره واحد، هو كان سعيد جدا طبعا بالاداء لكن كمان عنده قال لك انا مش سعيد او كنت هبقى مبسوط اكتر لو عدد الاهداف والفرص اللي حققناها اكتر يعني. فدي تطلع منها ايه وتستخرج من التصريحات ديت شخصيه عامله ازاي. انا رصدت من التصريحات دي فعلا وعجبني جدا ان الراجل واقعي جدا الى حد كبير. يعني طبعا اي واحد بيتمنى انه فوزه يكون مأمون وآمن تماما، اثنين غير ثلاثة او واحد غير اثنين، فطبعا ده كان وارد، كان وارد جدا في الملعب يعني. لكن الراجل قال يعني كان وقعيته ان هو ودي هتساعد في مباراة العودة، ان الاهلي كان محظوظ بعض الشيء بالهدف المبكر والخطأ اللي وقع فيه جبران. جبران اللاعب المغربي، لكن طبعا اللي فتح الملعب وادى لعيبه الاهلي ثقه. فمن هنا موسيماني وقعيته انه فاهم حدود شكل الملعب وحدود الملعب في ايه وقدرات لعبته في ايه فيها ايه. فيعني وحاسس كمان، وهو قال كمان كابتن هاني ان عنده مشاكل في الدفاع. طيب هتكلم مع حضرتك خاصه يمكن هنستكمل حوارنا في الشكل الفني، لكن كمان لازم يكون معانا واحد من اساطير النادي الاهلي على مستوى اللعب وعلى مستوى التدريب، الكابتن مختار نجم النادي الاهلي طبعاً. واستاذنا كلنا، وبرحب بيك يا كابتن مختار. مساء الخير، اهلا بيك في بيتك في البيت الكبير. الله يخليك يا ربنا يبارك فيك ويجزاك الله كل خير. لا طبعا برحب انا بالاساتذه اللي معانا. الله يخليك يا كابتن، وحشونا وانت اكثر والله من الجيل. احنا متابعينك على طول يا كابتن. ربنا يخليك. الله يخليك. ربنا يخليك يا كابتن. استاذ طبعا استاذ جمال واستاذ سامي عبد الفتاح. كابتن مختار، طبعا بنتكلم طبعا على مباراه طبعا النادي الوداد والاهلي، مباراه الذهاب. عايز اعرف برضو وجهه نظر حضرتك الفنيه وتقييمك الكامل للمباراه على مستوى اكيد موسيماني وحضرتك مدرب كبير، وكمان على مستوى اداء اللاعبين داخل الملعب. اكيد يعني اكيد ان هم يعني المدرب واللعيبه ابدعوا في المباراة من أولها لأخرها. بنمتلك كل شيء فيها، سواء من الأداء سواء من المكسب سواء من كل حاجة. يعني كان فيها امتلاك هائل جدا جدا لكل مقدرات اللعب، سواء زي ما بقول من الأهداف أو من الأداء. وده طبعا أكيد ده شغل مدرب. وكمان صراحة اللعيبة يعني تفوقت على نفسيها بشكل كبير جدا جدا، ومن افضل الماتشات اللي الواحد شافها للنادي الاهلي على كل المستويات، على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، خصوصا كمان المستوى الخارجي اللي احنا كنا بنشتغل فيه قبل كده كان اقل من كده بكتير. لكن لما حضرتك تقصد المباريات الخارجيه يعني خارج مصر، خارج مصر طبعا. اما نوصل المباراه اللي قبل النهائي ونأدي فيها الاداء ده، بدأت اكيد مستوى هايل جدا جدا جدا، سواء على مستوى المدرب وعلى مستوى اللعيبه. زي ما بقول لك ابدعوا. وده امر طبعا يعني احنا كنا بنتمناه، لكن كمان هم حققوه بشكل هايل جدا. يعني ان احنا من اول دقيقه للمباراه لغايه ما المباراه تخلص تبقى ممتلك كل مقدرات اللعب بهذا الشكل، وبعدين تجيب جونين وخارج ملعبك ويبقى عندك فرص ان انت تجيب ثلاث اربع تجوان ثاني ويعني ويضيعوا منك بالشكل دوت، والناس تبقى حريصه قوي على انها تكسب بالشكل ده. اكيد ان دي حاجه هايله جدا. وعلى فكره هو ده يعني هو ده الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي. كنت لسه هقول لحضرتك يعني انا بقى قبل ما اخش في السؤال ده عايز اسال برضه حضرتك كمدير فني كبير، ايه افضل التصرفات او اداء موسيماني خلال المباراه؟ قلت لا ده احنا فعلا عندنا مدرب رغم ان هو بقاله فتره صغيره معانا ما كملش اسبوعين، لكن نقدر نقول انه مدرب عنده شخصيه وشخصيته تتلائم مع شخصيه لاعب النادي الاهلي. اهم حاجه هاني ان انت تبقى كسبان، وبعدين لما تكون بتلعب بره او حتى وانت جوه ساعات تبقى عايز تحافظ على المكتب. صحيح. تبقى مكتفي وتبقى يعني كانن وتلعب زون ديفنس وتطلع باستحياء في الهجمات المرتده، لان انت برضه بتلعب فرقه كبيره. طبيعي طبعا. كبير وبتاع، لكن لما يعني تبقى كسبان وتبقى مستمر كمان في ان انت على طول تروح للجون الثاني وبالزياده العدديه بالشكل دوت ومن كل الجوانب، سواء من العمق او من حته اليمين ومن الشمال،
اكيد ان الكلام ده هو هايل جدا جدا بالنسبه للمدرب ان هو يعني يدفع اللعيبه لهذا الامر ويبقى في استمراريه طول الوقت. اكيد ان دي حاجه تتحسب له وكمان تتحسب للعيبه بشكل كبير جدا. اكيد يا كابتن. وكمان على يعني مستوى كمان التغييرات، وانت عارف طبعا ان حضرتك أكيد. مدرب كبير، المباراه مشيت بكذا سيناريو. السيناريو نعم. افضل ما يمكن ان يتحقق انك بتحرز هدف في الدقائق الاولى، ده سيناريو رائع. واتفق مع حضرتك ان يعني حتى اللاعب المصري متعود لما بيجيب جون خارج ارضه تلقائيا حتى لو المدرب ما قالوش حاجه بتلاقيه بيرجع من نفس الورق. يمكن وده امر طبعا صعب. صحيح. كمان على مستوى التغييرات، يعني حضرتك برضو نشوف رؤيتك تغييرات موسيماني خلال المباراه. ما شاء الله. طبعا هو يعني كان في توفيق كبير جدا، بس انا عايز اقول لحضرتك كمان يعني ما شاء الله المدرب موفق، بس كمان اللعيبه صحيح يعني ابدعت في الشق الفني اللي هم اشتغلوا بيه بشكل كبير جدا. وما شاء الله انت يعني سواء اللي ابتدوا مع التغييرات كلهم كانوا على مستوى هايل جدا 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 من الاداء الفني، بقى كمان ان هم يعني حريصين جدا جدا على المكسب، ان هم ما يكسبوش واحد بس ولا اثنين بس، بل يعني طول الوقت انت حاسس ان النادي هيجيب جول، وده امر طبعا اكيد بيتحسب نمره واحد للناس اللي قاعده بره بتدير المباراه، نمره اثنين للعيبه، حاجه هايله جدا. ودي يمكن زي ما انت بتقول احنا فعلا كلنا او كل الفرق على مستوى العالم كله قليل جدا اللي بيجيب اجوان ويفضل مستمر ورايح للخصم بالشكل اللي احنا بنشوفه ده بالزيادات العدديه اللي هي كانت موجوده ديت، اكيد ان دي حاجه هايله جدا. مع الناس اللي كمان يعني الريزيرف اللي نزلوا كانوا على نفس المستوى صحيح هم ابتدينا بيه المباراه. صحيح. وطبعا يعني لو تسمح لي اضيف كمان لحضرتك ان خلاص يبقى مش هقول حاجز الخوف، لكن حاجز التردد وحاجز ان احنا بنلعب بره ارضنا ويبقى 1-1 كويس و0-0 كويس، اعتقد المباراه زي ديت بالاداء دوت بالشخصيه دي كمان بترجع النادي الاهلي، لان احنا بقى لنا فترات طويله بره يعني في البطولات الافريقيه خارج الارض، فدي كمان بتعيد الثقه ان احنا قادرين ان احنا كمان انت بتلعب فريق كبير على ارضه وسط، مش هقول وسط جماهيره، لكن على ارضه بتحقق النتيجه في كل الاحوال على ارضه طبيعي. طبعا 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 باور كبير جدا لاي حد، اما هو لما يجي لعبنا على الارض هنا اكيد انا عندي باور هايل جدا ان انا بلعب اكيد على الأرض. اكيد مهم طبيعي لما تكون انت بتلعبهم على ارضهم ويبقى عندك انت نفس الباور اللي احنا بنشتغل بيه من جوه ويبقى جوه وبره بالشكل ده، فهذا حتى تدينا ثقه في فرقتنا وتحسسنا ان احنا ان شاء الله نقدر نكسب البطوله بشكل كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سؤال اخير يا كابتن مختار، تتوقع او لو حضرتك موجود على راس الجهاز الفني حاليا تبدا المباراه بنفس التشكيله وبنفس الافراد، ولا ممكن يكون في بعض التغييرات في الافراد؟ هي طبعا راجع لل انت تكون عايش مع اللعيبه، هل في حد في حاجه، هل حد في يعني عنده في مشكله ولا حاجه، لكن لو ما فيش مشاكل اكيد افضل شيء ان انا ابتدي بنفس التيم اللي انا ابتديت بيه واشتغل بيه. وخلي بالك يعني احنا دايما بنقول ايه، ان المباراه النادي الاهلي عارف الكلام ده، ان المباراه ما انتهتش. صحيح. المباراه الثانيه فاضل تايم ثاني اللي هو هيتلعب هنا، وكلنا عارفين الكلام ده، بس هم عارفين الكلام ده اكثر مننا بكتير، لان احترافيه النادي الاهلي احترافيه على اعلى مستوى. ده حقيقي. وده امر اكيد الف ب الاحترافيه، انك هتلاقي الماتش هنا في مصر النادي الاهلي مش ان شاء الله مش هيضطر ان هو يكسب واحد ولا اثنين، انما لو راح لابعد من كده هيروح لابعد من كده وبكل قوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن مختار طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، مدرب كبير واحد اساطير النادي الاهلي، نشكرك شكرا جزيلا، ويكون معانا كمان مداخله ان شاء الله بعد مباراه العوده يوم الجمعه وبيأكد فيها النادي الاهلي انه ان شاء الله موجود في المباراه النهائيه. كابتن مختار شكرا جزيلا. طبعا رؤية فنية رائعة من كابتن مختار طبعا، وكلنا يعني شاهدين حتى على أداء الكابتن مختار في خلال مشواره التدريبي، لكن كان مهم ان هو كان بيتكلم على موسيماني ويتكلم على نقطة مهمة جدا، ان اللعيبة عارفة والإدارة الفنية عارفة ان الموضوع ما انتهاش، ده هيرجعنا تاني. لا هم عارفين طبعا جدا، واحنا لما بنقول كده مش بنقول كده عشان احنا عارفين اكتر منهم، لا، بس احنا برضو كجرس انذار كلنا لازم نبقى متفقين على اننا برضو نقول لهم، لانه ممكن في يعني في لحظه
يبقى في نشوه واحساس بالتفوق او ثقه زياده. صحيح. وعلى فكره النادي الاهلي نجح في مباراه الذهاب لانه الثقه الزياده دي ما كانتش موجوده، كان في ثقه في نفس جدا، احترام الخصم طبعا كان موجود، احترام الخصم كان انا شايف انه كان على اعلى مستوى رغم حدوث بعض التغييرات في التشكيله بتاعه الوداد وحصل لخبطه عندهم، ده في مصلحتنا طبعا. يعني ما هو انت طبيعي مش هتدير، انت بتلعب على اخطاء يعني موسيماني مش هيدير الاهلي ويدير الوداد، يعني مش هيقول لهم صلحوا ولا اعملوا، بالعكس في خطا، يعني الخطا اللي وقع فيه يحيى جبران ده وارد في كل المباريات، بس كونه يحصل في التوقيت المبكر ده في الدقيقه 4 وكونه ده بيفكرك بلقطه زيدان وسونج في كاس الامم الافريقيه. هو حب يتفلسف او ارتبك او اي حاجه، هو عشان لاعب وسط بس برضو تصرف محمد مجدي قفشه اللي بعض الناس كان ليها ملاحظات على اداؤه قبل كده في المباريات وبتاع، انما المره دي يعني كان بيتصرف بشكل مثالي جدا ومباشر جدا وما فيهوش فلسفه. صحيح، واخد بال حضرتك. فبالنسبه لموسيماني برضو انا يمكن عشان كده قلت لحضرتك ان هذه المباراه اذا كان الاهلي لاول مره بيفوز في نص النهائي خارج مصر، موسيماني بعد 5 مباريات يعني لعب قبل كده 5 ماتشات خسر 4 وتعادل مره مع الوداد، فبالنسبه له يعني انا بقول انه انجاز كمان لموسيماني. وهنا انا عايز اقول انه اللي ساعد على كده انه اللعيبه لعيبه النادي الاهلي تفهمت جدا، واضح يعني من خلال المباريات اللي فاتت، احنا شفنا مباراه بيراميدز كابتن هاني استاذ سامي، مباراه بيراميدز اللي انت بتلعب فيها كان في نقص عددي كمان، نقص عددي ولعيب مهم، كانت بروفة مهمة جدا يعني. لا دي كانت ادت الثقة كمان للعيبة، ده علت الإرادة عند لعيبة الأهلي بشكل عالي جدا، وادتهم يعني دفعة ان هم يحققوا اللي في دماغهم دايما في الملعب. يعني اللي حصل في ماتش بيراميدز ده يعني نموذج استثنائي جدا، وكان مقدمة لما حدث في الدار البيضاء. يعني طبعا بكرر على ما قاله الاستاذ جمال، يعني ان مباراه العوده هي شوط ثاني مهم جدا، يعني ما فيهاش كلام، يعني شوط ثاني للمباراه اللي هي يعني هنا شوطها الاول 2-0 لا استرخاء، وفي نفس الوقت حسابات ثانيه جديده فنيه من موسيماني، لان طبعا جاموندي مش برضو عنده افكار جديده. لا ما اصل هو كمان يعني خلي بالك، هو المباراه يعني انا كمان عرفت ان من خلال المحاضره كان موسيماني قال للعيبه قدامهم مثل صغير كده، كان التشامبيونز ليج كان برشلونه كسب ليفربول 3-0 مباراه الذهاب، فاداهم مثل ده وقال لهم المفروض الاثنين طبعا فرقتين كبار، وانما برشلونه تتقدم 3-0 مباراه العوده بالنسبه لها الامور بتبقى منتهيه، لكن رجوع ليفربول وجابوا 4 اهداف فادى مثل حي قدام اللعيبه اللي طبعا كلنا بنتفرج على التشامبيونز ليج ده، برضو عايشين اللعيبه في الاجواء الصحيحه، دي المباراه لسه ما انتهتش، اللعيبه بتشوفها وبتتابعها. طبعا اكيد يعني اكيد طبعا يا سامي، المباريات دي بتبقى دروس مجانيه، يعني لازم كل لاعب كوره يستفيد حتى من المباريات. صحيح. اللي بيشوفها. صحيح. يعني اتفضل يا استاذ. فطبعا يعني مباراه العوده دي لها قيمه كبيره جدا ومهمه جدا، وهي مش مجرد هتوصلني للنهائي وبس، لا ده هي هتدينا علامات المباراه النهائيه، يعني صحيح. يعني علامات واضحه جدا اذا كان اللقب فعلا هيخش القلعه الحمراء ولا ايه بالظبط. طبعا الاهلي غايب عن اللقب بقاله سنوات، وده يعني الجيل ده قدامه فرصه ذهبيه جدا ان هو يعلي من قيمته زي الجيل السابق اللي لعب في المونديال الانديه اكثر من مره، وانا اتشرفت ان انا اكون معاهم 3 مرات في اليابان يعني على الاقل. ف يعني اللعب في كمان في كاس العالم الانديه دي جايزه كبرى للعيب، يعني اللعيب اللي بيبص لنفسه كده ومشواره دي جايزه كبرى. فيعني النهارده بس ما تبصش تحت رجليك وان احنا في 2-0 في لا، وفي ماتش مهم جدا جاي يوم الجمعه ان شاء الله،
وفي النهائي يعني انا يعني بشفق على اللاعبين وعلى موسيماني كمان ان هو اكيد بيفكر في النهائي في نفس الوقت يعني. هو طبعا اعتقد النتيجه ان شاء الله لو احنا حققنا نتيجه طيبه خلال مثلا الشوط الاول نص الشوط الثاني دي كمان احنا نعتبرها يعني ندخل بعض العناصر دخول كهرباء بعض الناس فتبقى بروبه كمان احنا عندنا ان شاء الله بعد يعني لو ربنا وفقنا في مباراه الجمعه عندنا اسبوعين قبل يوم 6 نوفمبر هيكون استعدادات. هو الاهم حاجه ان هو يركز في مباراه العوده باذن الله واخد بال حضرتك يا استاذ سامي ان هو دي هي المباراه دي المهمه اللي قدامه دلوقتي هو يركز فيها وبعد كده هيبقى في حسابات اخرى. ويمكن انا بتفق برضو مع كابتن مختار انه لو ما فيش حاجات احنا مش عارفينها جوه الفرقه بالظبط يبقى البدايه تتفق في نفس العناصر ونفس يعني البدايه مثاليه جدا انه لانه هو برضو موسيماني واضح انه عمل برضو حاجه يعني لعيب الاهلي طبعا على مستوى ما اقدرش ان احنا نقول ان هم ما عندهمش خبرات ولا الكلام من ده بس توظيف الخبرات دي المدرب برضو بيبقى له دور كبير قوي يا كابتن هاني طبعا في انه هو يطلع من كل لعيب اقصى قدره عنده اقصى قدره واحلى حاجه عنده وبالتالي ازاي بينظم اداء فرقته يعني هي كانت فعلا تشكيله مثاليه في دول الاصابات بالظبط دول الاصابات الكتيره جدا خلي بالك يعني ده كمان في اصابات يعني رهيبه يعني مستشفى الاهلي دي حاجه صعبه جدا فطبعا كان يعني تشكيله مثاليه جدا ولازم اللعيبه تاخد حقها في الثناء لان اعطت كل ما عندها في ظل هذه الظروف يعني كان عطائهم عالي جدا بغض النظر عن التوفيق كان حليفهم يعني لما فعلا 90 دقيقه وانا بربط بين الماتش المباراه دي ومباراه بيراميدز لان انا شايف ان الاهلي في بيراميدز كان متفوق فوق العاده يعني سوبر في ظل النقص العادي في ظل النقص العادي والاصابات يعني المؤلمه جدا والصعبه جدا في بدايه المباراه كهرباء وبعد دقائق وكنا مضيعين ضربه جزاء يعني دي روح يعني دي روح الاهلي دي روح الاهلي اللي فعلا اتواجدت انتقلت مع اللاعبين في الطياره الى الدار البيضاء وقدروا يعني يعملوا مباراه كبيره جدا نتمنى ان هذه الروح بهذه العزيمه تستمر حتى النهائي ان شاء الله ويبقى في لقب وجماهير الاهلي تفرح باللقب لان طبعا يعني مع يعني والمنافسه لازم طبعا اتمناها مصريه يعني ان شاء الله تتوقعها يا استاذ جمال مصريه لا هي في الغالب ممكن جدا تبقى مصريه بس برضو انا بقول انه الحذر في المباراتين على فكره بتتكلم على الزمالك يعني بس حتى على الجانب الاخر مع الزمالك الرجاء ممكن يبقى في صعوبه هنا يعني 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 ممكن يبقى في خطوره خاصه انه الفرق هدف واحد فلا بد من الحذر وتوقعي بقى ان هم يبقوا نهائي مصري وبعد كده كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه لا المهم النهائي في بلدنا والكاس ما تخرجش من مصر بالظبط يعني اعتقد ده مهم يعني وبرده يعني المهم قوي كابتن انه واضح انه البصمات ويمكن احنا قلنا ده اول ما جه موسيماني ان هو موسيماني حابب جدا يا استاذ سامي التجربه ان هو بدليل انه الفرحه العارمه ان هو هيدرب النادي الاهلي وفي نفس الوقت هو عنده اهدافه الشخصيه وطموحاته يمكن في ناس قالت لك ده عدد الماتشات اللي لعبها في مع الوداد او في المغرب خسرها او خسر اغلبها لو فايز اخر مره على الوداد لكن قول لا دي اول مره يكسب فاز هناك في جنوب افريقيا لا انا بتكلم في ملعب لعب ماتشين بس لا في ملعب محمد الخامس كان اول مره بعد 5 ماتشات 4 هزايم لكن ده مش معناه ان هو وحش هو ال مش معناه ان هو مش فاهم الفرقه او مش فاهم امكانيات الوداد ايه قد يكون المره دي لعيبه الاهلي ساعدوه اكتر على تحقيق اللي هو عايزه يعني ممكن لعيبه صن داونز معاه ما حققولوش اللي هو عايزه لكن هو لقى في النادي الاهلي اللعيبه اللي ممكن تحقق ده وبصراحه يعني انا بقول انه في اكتر من لاعب تالق في هذه المباراه بدرجه اللي هي نقدر نقول عليها ايه امتياز يا يعني طبعا كلهم نجوم بس في لعيبه يعني طب علي معلول على فكره ده احرز اعتقد الهدف التاسع ليه في المشوار الافريقي ده وده يعني طبعا. اعتقد كمان عادل كابتن مجدي عبد الغني واحمد بلال في هذا الرقم ان هذا الرقم كابتن مجدي عمال يتبهدل
كل ارقامه الارقام بتتكسر. فده وكمان بيجي من يعني من باك شمال بالرغم انه ممكن يقول لك اصل هو معظم ضربات الجزاء، لكن كمان ضربات الجزاء لازم الناس تعرف لا انها مهاره عاليه جدا وعايزه هدوء وعايزه ثقه في النفس كبيره جدا. لا وهو على فكره ما له اهداف كمان من غير عادي. لا يعني صراحه نموذج علي معلول ان هو صناعه اهداف كمان دي مهاره مش سهله يعني. يعني الكره بتخرج من رجل علي معلول يعني بنسبه كبيره جدا هي هدف يعني او فرصه محققه يعني بناء الطرف الاخر بقى اللي هو زميل اللي متلقي الكره وكيفيه التصرف فيها. يعني هو طبعا صحيح. مفيد جدا للفرقه يعني مكسب حقيقي للكره للاهلي وللكره التونسيه. علي معلول لاعب مميز للغايه يعني بيدي متعه كمان في الملعب يعني الحقيقه الواحد بيحب يتفرج عليه يعني يعني ندره كبيره جدا اللعيبه اللي بتحب تتفرج عليها يعني ممكن انت بتحب فرقه او بتحب تتفرج على فرقه انما تحب تتفرج على لاعب معين يعني دي مميزه طبعا حاجه يعني علي معلول تحس ان هو من ابناء النادي الاهلي تحس انه مولود جوه النادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي عاشق كبير جدا للفرقه ومخلص جدا بشكل واضح. ويعني انا اتصور ان واحد زي علي معلول ده ممكن تجي له يعني انا مش متابع قوي بس اكيد بتجي له عروض ورفض عروض كتيره جدا بمبالغ كبيره هذا هو كده حلو قوي يعني متمسك بالاهلي دي تحسب له كتير. التحضير طبعا نتيجه المباراه بتيجي على مستوى التحضير الفني والتحضير الاداري وكمان على المستوى التحضير النفسي. عايز اناقش حضراتكم في وجود الكابتن محمود الخطيب مش كرئيس نادي كمان كرمز كبير وكاسطوره من اساطير كره القدم اعتقد برضو كان ليها دور في الهدوء ولها دور كمان على المستوى المعنوي للعيبة. هو دور كمان عارف ايه هو بطبيعة الكابتن محمود الخطيب اللي احنا عارفينها معاه كلاعب وكإداري وكمسؤول يعني في النادي الاهلي هو مش من النوع اللي بيعمل دوشة دوشة. انا بتكلم يعني بمنتهى الصراحة انه هو بطبيعته الهادية دي تواجده يعني ان هو ياخد قرار ان هو يبقى موجود في المباراه دي كرئيس بعثه رغم صعوبه المهمه ورغم انه عارف ان الدنيا صعبه جدا ووجوده مع اللعيبه ممكن يبقى هو اقدر برضو على فهم تصرفات اللعيبه وايه اللي ممكن ياثر عليهم ايجابا من غير دوشه كابتن محمود كلامه بيبقى يعني كلامه قليل بس ليه بس في دايما بيتكلم على النادي الاهلي وروح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء زي ما حضرتك بتقول لما يبقى موجود في وسط اللعيبه دول حد اسطوره يعني من اسطوره بحجم كابتن محمود الخطيب 100% يا كابتن ده دافع مهم جدا مجرد كلمتين هيتقالوا ببساطه شديده هيبقى اكتر من ان واحد يقعد يحمس في اللعيبه ويقول لهم اعملوا واعملوا لا هو مجرد هو متواجد يا جماعه انتوا كذا 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 عندكم مهمه كذا بعد المباراه المباراه لم تنتهي او المهمه لم تنتهي قدامكم لسه مباراه اخرى مهمه في القاهره باذن الله. ده انا شايف ان هو طبعا وجود فاعل جدا يعني وجود طبعا مهم جدا وكمان ان يعني النهارده في كان خبر قلناه حتى في فقره الاخبار كان طلع ان الشناوي مش هيلعب وانه مهدد بالانذار التالي الحكم نفسه نفى يعني بعد السيد الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ده والحكم قال انا لم اعطي محمد الشناوي هو ما حصلش لان هو الراجل يعني هو اصلا البنت ده اصلا يعني انا مش مرتاح له اساسا حسب الضرب جزاء هو يعني اذا كان الراجل حسب فرقه الوداد فهو يمكن كل ما هنالك ان يعني الزحلقه اللي عملها الشناوي كانت ربما شديده شويه فانا شايف ان الخصم اللاعب مهاجم الوداد هو اللي تعمد السقوط هو اللي خبط في الشناوي بشكل واضح جدا فيعني ما كانش ناقصه انذارات يعني ف يعني حته ان الجدل اللي حصل حوالين انذار ثالث او ما فيش انذار او ده كله كان كلام يعني سوشيال ميديا وتعودنا على السوشيال ميدي ميديا البحث عن الاصالات اشاعات قائمه اشاعات مثيره لكن طبعا انا الحمد لله ان هو الشناوي ده عنصر مهم جدا في الفرقه وان شاء الله يعني بصفته قائد الفرقة
فرقه ان شاء الله يرفع الكاس في نهايه البطوله باذن الله. فطبعا المهم جدا ان يعني ما يكونش في انذارات لاخرين، يعني هو دي طبعا هتتحط في حسابات الماتش الجاي. انا اتصور موسيماني انه يعني هو باصص للنهائي وفي نفس الوقت بيبص في الورق. الحته دي اداريه بحته. ليه؟ لان يعني انا عشت الجزء دوت. هو مدير الكوره اول ما بيكون هو بيبقى حاسب طبعا انذارات بيجي له طبعا، وهو بيسال اللعيبه الانذارات ايه طبعًا. ولو في انذارات مثلا في لعيب مهدد، لو لعيب عنده انذارين يعني بيقول له كمان، يعني بيقول الاول المدير الفني. لا ده نقطه مهمه جدا على فكره لمدير الكوره، لدرجه انها ممكن في بعض الانديه ممكن توقع الفرقه في غلط لما يبقى عندك انت مش حاسب موقفك ايه من ناحيه الانذارات وحالات الطرد والكلام ده. انت ممكن ترتكب خطا يلغي مباراه، فلازم طبعًا. طبعًا. يعني اقصد يعني بيبقى في تفرغ كامل من جانب. لا مش هتوصل للدرجات دي. لا في ناس بتغلط يعني هي عندك ماتش العوده ان هم الناس مهدده بانذار ثالث دي يعني هيتعلم عليها. بس طبعا دي لازم تكون عند كابتن سعد عبد الحفيظ موجوده اكيد. زي ما بقول لك ده من البروتوكول، ده الشغل الطبيعي ان هو قبل المباراه بيقدم ورقه لموسيماني، او قبل مش قبل المباراه، يوم المباراه قبل المباراه يمكن بيومين بيقدم ورقه لموسيماني يقول له والله احنا عندنا انذارات 1 2 3 بالظبط. على كمان لان دي بتخش في حسابات فنيه. أيوة. والحسابات الفنيه دي شفناها من خلال المباراه انه خرج ديانج مش عشان هو وحش، لكن بعد خد الانذار لانه خوفا من الانذار الثاني. فهو الراجل بيبص لقدام، فالموضوع الموضوع بيبقى ليه حساب. يعني هي حاجه اداريه بس لها حسبه فنيه. حسبه فنيه طبعا، اساسي فنيه طبعا. وبرده لازم نشيد فعلا بمحمد الشناوي، ما شاء الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب يعني ضربات الجزاء بالنسبة له اعتقد ان هو متألق فيها جدا جدا. ويعني في خلال المباريات الأخيرة دي حصل كذا ضرب الجزاء هو تصدى ليها تقريبا اخر 4 ضربات جزاء في 7 مباريات بالظبط. فدي حاجة كويسة. وغير كده حتى من غير ضربات الجزاء طريقة تقدم محمد الشناوي لقطع كرات معينه صحيح في هجمات للفرق المنافسه، ده برضو مهم جدا لانه حارس المرمى بيبقى شايف يعني رؤيه بانوراما شويه للملعب، فتحركه مهم جدا لانه كمان ممكن يبقى بتفاهمه مع المدافعين بتوعه بيقدر يوجه ويعمل. دي مهمه هو جدا. توجيهاته دايما في وقتها. وكمان كمان ميزه محمد ان هو ما شاء الله الكرات العرضيه ما عندوش اي مشكله فيها. مش مشكله فيه. يعني في بعض الحراس المرمى الجيدين جدا بس عنده مشكله فيه. على مستوى على مستوى التحرك العرضي لكن بالزبط. عنده مشكله في الكرات العرضيه. محمد ما شاء الله يعني يمسك الخشب ربنا يحفظه. برضو الكرات العرضيه مستحق يعني ان هو يبقى فعلا رجل المباراه. صحيح. يعني شوف رغم ان الاهلي كسبان انما ضربه الجزاء برضو اللي هو تصدى ليها كان مهمه جدا، وفي توقيت على فكره لو صحيح ما انقذهاش ممكن المباراه تتقلب تاني. يعني خلي بالك حقيقي في اخر الشوط الاولاني يا تخرج كسبان يعني 1 بالظبط في دقيقه 43 يا تخرج متعادل فرق يا تخرج كسبان زي ما انت يا تخرج متعادل، فالفرقه الثانيه في الشوط الثاني تعمل نظام مختلف تماما. فدي مهمه جدا اداؤه ما شاء الله. يعني ان شاء الله يبقى يستمر على كده ان شاء الله. نتكلم مع حضراتكم شويه في الاجواء والصحافه المغربيه بعد بعد المباراه. اشادت اكيد بالنادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر كمان وجود موسيماني من جنوب افريقيا بدا في ناس كتير جدا حتى على مستوى الافراد وعلى مستوى الناس هناك بداوا يشجعوا النادي الاهلي. وكان في صوره حلوه قوي عائله موسيماني قبل المباراه بتشجعوا ولابسه تيشيرت النادي الاهلي. كمان على مستوى المردود الاعلامي كان في مردود اعلامي جيد جدا في جنوب افريقيا. شفت الاهتمام الاعلامي ازاي بهذه المباراه على مستوى المغرب بعد المباراه وعلى مستوى حتى جنوب افريقيا؟ يعني هو طبعا بالنسبه للمغرب تحديدا كان في يعني تقدير جامد عالي جدا لفرقه النادي الاهلي وادائها، ومحاوله ايجاد مبررات لخساره الوداد. طبعا كان شايلين الليله كلها للمدير الفني جاموندي فطبعا لكن طبعا في اعتراف
بجانب اخطاء جاموندي او اذا كان هو يعني شايف انما في اعتراف وتقدير لاداء النادي الاهلي كان عالي جدا على مدار 90 دقيقه. يقظه يقظه دفاعيه واستغلال لكل الفرص. يعني يعني هناك اكثر من صحيفه مغربيه يعني علمت على ان الاهلي فاز باقل عدد من الاهداف، يعني كان ممكن يبقى الفوز اكبر بكتير ويبقى الخروج للوداد ده شبه مؤكد يعني. فطبعا النتيجه كان واضحه جدا على في الصحافه المغربيه وحتى المعلقين المغاربه، لكن طبعا هم طبعا هناك يعني بشكل واضح جدا اعلام منقسم ما بين الوداد والرجاء بشكل واضح، يعني مش متداري يعني. فطبعا كلهم الاعلام المؤيد للوداد يعني بيوجد الفرصه ان الفرصه موجوده في القاهره، وان ابرزوا تصريحات جاموندي ان هو يعني مش هيقاسوا، وان هم الحظ كان تخلى عنهم في دار البيضاء مش هتخلى عنهم في القاهره. كل ده كان موجود في خلال الايام اللي فاتت، لكن طبعا اراده الاهلي هنا واصرار الاهلي على هو عايز ايه وخبرات لعيبته الكبيره جدا وموسيماني اللي هو يعني اندمج مع الفرقه بسرعه شديده لانه كان في دماغه حب الاهلي، يعني دي نقطه مهمه جدا. صحيح صحيح. فيعني جنوب افريقيا فخورين جدا بما تحقق مع موسيماني في الفتره القصيره الموجوده، ويعني اصبحوا اهلاويه يعني مستنين اللقب للاهلي. صحيح. لان ده هيزيدهم سعاده، ويعني اظن ان موسيماني خلق حاله من يعني الاندماج والاخويه بين الاهلي وصن داونز، يعني وجماهير صن داونز في جنوب افريقيا مش قليله، يعني جماهير عريضه جدا. يعني الحاله دلوقتي احنا مرتبطه باللقب. في ناس كتير بتشجع النادي الاهلي دلوقتي حتى على مستوى الافراد في جنوب افريقيا بيشجعوا النادي الاهلي عشان خاطر ده. ده حقيقي. ده على فكره مجرد تعاقد. لا يعني موسيماني يعني موسيماني جاي مشجع للاهلي قبل ما يكون مدرب للاهلي. شفت رئيس الجمهوريه هناك بيغني موسيماني بتعاقده او انتقاله الى الكره المصريه وتدريب النادي الاهلي. يعني يعني ده انا بقول ان هو حدث يعني اكيد يعني طبعا حدث كبير جدا واحنا يمكن في وقتها اتكلمنا عليه. بالنسبه للصحافه المغربيه طبعا في حاله يعني صدمه اولا كبيره جدا. يعني في صحيفه شهيره هناك هي صحيفه المنتخب، اصدقائنا استاذ محمد بنيس ومصطفى بدري، لعنه الفراعنه ده العنوان المنشط بتاعهم، اسقطتنا في الرعونه. يعني لانه فعلا لو تلاحظ انه اداء الرجاء ومن قبله الوداد في رعونه فعلا، بس طبعا مش بسبب هي مش بسبب لعنه الفراعنه، هي بسبب اداء بالظبط. برافو عليك، برافو عليك. البداية انت اللي بتكبره بتكسر رجله. لا هو لعنه الفراعنه دي عشان لازمه مصريه. انه يعني احنا مش بنسحر يعني يعني انت مش ساحر، لكن الاهلي برضو كون انها المباراه الاولى، يعني يمكن الرجاء بعدنا، الرجاء والزمالك بعد الاهلي والوداد. فوز الاهلي انا في اعتقادي او اداء النادي الاهلي ممكن يكون برضو شجع اكتر لعيبه الزمالك وقدم مباراه قويه جدا امام الرجاء. طبعا هم معلقين على الوداد والاهلي 0-2، معلقين عليها خطا العمر طبعا اكيد ده يحيى جبران. طبعا وفي أكيد. خطا كمان اللي هو بديع اوك ضربه جزاء اللي هو برده ما عرفش في صوره اعتقد لبديع دي وهو يعني زعلان قوي بعد ال شفتها حتى لايف طبعا كان اصل يعني هي برضه نقطه محوريه داخل المباراه. بس طبيعي ان هم كابتن هاني هيشجعوا فرقتهم او فريقهم فريقيهم يعني على قبل مباراه العوده. لكن ان شاء الله برضه انا بتوقع انه النادي الاهلي في مباراته القادمه هيكون اداء قوي، وانا مش بقول كده من فراغ، بقول كده من متابعتي لأداء الأهلي في تحت قيادة موسيماني. يعني هما نفس اللعيبة، هما نفس الإمكانيات،
انا اللي بشوفه انه موسيماني عامل تكليفات معينه ومركز في حاجات معينه بحيث ان هو يقلل المساحات الخاليه في الملعب. يعني بالنسبه في نص ملعب الاهلي انت دلوقتي ما بتشوفش اختراقات في هجمات مرتده خطيره عليك، مش زي يعني في فتره كده معينه في الفتره الاخيره الكرات اللي بتقع ورا السردباكين بيكون فيها مهم. وكان مسار قلقنا دايما اللي هي قصه السردباكين انه ممكن ازاي يبقى الكرات العرضيه خطيره وبيحصل نوع من الارتباك او كده او السرحان شويه او يعني السرحان. اعتقد الامور دي اختفت. فانا بقول انه بقى في تركيز اكتر وحاجه، يعني انا بقول ان هي حاجه كويسه قوي، الاداء بقى مرضي جدا اعتقد للجماهير. ده حقيقي وان شاء الله يكون افضل ان شاء الله باذن الله. انا بايدكم طبعا. المباراه مش مباراه مش سهله، لا اعتقد ان كمان الوداد هيكون اشرس بصفه كبيره، هتكون افضل من الناحيه الفنيه لانه كمان ما عندوش حاجه يخسرها بالظبط. يعني دايما المباريات الفرق اللي ما عندهاش حاجه تخسرها او طبعاً. بالنسبه لها يعني لو عملت نتيجه جيده بالنسبه لها ممكن تمحي شويه الهزيمه. فانا متوقع الجزء ده، وكمان متوقع ان النادي الاهلي ولاعيبته على قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن كلنا ان شاء الله نفرح يوم الجمعه بوصولنا للمباراه النهائيه ان شاء الله. طبعا في نهايه فقرتنا طبعا استاذ سامي بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. تحياتك يا كابتن استاذ جمال، طبعا دايما منورنا ومشرفنا، وان شاء الله على اللقاء ويكون النادي الاهلي سعيد بوجودي معاك والله ومع الاستاذ سامي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا جزيلا. عندنا فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن مجدي عبد العاطي. مرة تانية بنرحب بحضراتكم في البيت الكبير، واحد من الشخصيات الكروية المتميزة جدا كلاعب ومدير فني، جمع بين الموهبة والأخلاق، عشان كده استحق احترام الجميع. مع انه مش منتمي لنادي يعتبر جماهيري قوي او شعبي، لكن عنده جمهور عريض بيحبه وبيحترمه. النهارده منورنا الكابتن مجدي عبد العاطي، نجم انبي السابق والمنتخب الوطني، والحقيقه هو واحد من المهاجمين ايضا المتميزين اللي بنوا تاريخ واسم فريق انبي. انا برحب بيه ومنورنا في البيت الكبير. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي واهلا بالكابتن هاني طبعا، وسعيد جدا ان انا موجود معك والله. لا انت اللي مشرفنا مجدي طبعا، ويمكن من خلال المقدمه اللي عليها سهام انت من المهاجمين المميزين جدا وكمان على مستوى التدريب ما شاء الله. خلينا اخش على طول معاك في السؤال، لان السؤال ده انا كنت عايز اساله لك من زمان. طبعا انت كان ليك دور ودور ايجابي جدا في تكوين او الشكل الهيكل لفريق اسوان. ما ندمتش انك استعجلت شويه في موضوع الاستقاله ده مجدي؟ والله بقول الحمد لله في البدايه، وببارك لجمهور اسوان والمجلس اداره وكل والكابتن احمد كشري على البقاء. لكن انا يعني قرار كنت متخذه ان الظروف اللي انا كنت فيها كانت صعبه جدا وما كنتش اقدر استحملها، وضغط اللعيبه عليا هو اللي خلاني اخد القرار ده. ممكن الواحد ممكن يكون تسرع شويه في القرار، لكن ما ندمتش لان هو ده قضاء ربنا في الاول وفي الاخر. لكن سعادتي ببقاء الفريق يعني تجاوزت الندم على القرار، يعني لان ده كان رهان في البدايه من مجلس اداره ومن انا شخصيا على مجموعه اللعيبه دي، والحمد لله كانوا قد المسؤوليه. مجلس الاداره كمان بارك لك، انا بتابع على السوشيال ميديا، كان كمان مجلس الاداره كان مقيم تجربتك بشكل كبير جدا، حتى بعد البقاء كان بينزلوا بوست وقالوا كمان ده كان شغل الكابتن مجدي عبد العاطي. عشان كده كان في استغراب. لا هو استغراب من فكره رحيلك عن اسوان. دي حقيقه. انا بقول لحضرتك يعني الحقيقه، اول ما خلصت مباراه حرس الحدود لقيت كم تليفونات من اللعيبه ومن جهاز فني ومن اعضاء مجلس اداره، والله ده اسعدني جدا جدا وحسسني الحمد لله ان يعني تعب الواحد برده ما راحش، لكن كابتن كشري جه وكمل وببارك له من خلالكم، عمل راوند تاني هايل. لكن برضو في النهاية الناس برضو يعني كافئت الواحد بالكلام ده، وحسست الواحد الحمد لله ان تعبه برضو ما راحش، وبقاء أسوان كان هو الهدف الأساسي من بداية الموسم يعني. ده صحيح. طيب صحيح. ندخل بقى في الجد. الجد اللي كلنا بعد المقدمة اللي حضرتك قلتيها دي انا قلقان من الجد. ليه بس؟ احنا كلنا يعني كلنا امال على انه الفريق ده ان شاء الله فريقنا باذن الله يحقق البطوله في النهايه. بس عايز اعرف كده اهم ملاحظاتك، اكيد تابعت ماتش الاهلي والوداد او الوداد والاهلي. في البدايه ببارك طبعا النادي الاهلي، وده العهد يعني اللي عهدناه على لعيبه النادي الاهلي وجمهوره عهدوا منه خلال المباريات الكبيره.
مباراه الوداد كانت مباراه كبيره جدا في كل المقاييس، يعني رقميا وفنيا وكل شيء كان متميز فيها النادي الاهلي. يمكن انا تابعت حتى بعد المباراه تحليل المباراه وتحليل حتى الرقمي. الاهلي تسيد المباراه من بدايه حتى من الدقيقه من قبل الجول لحد نهايه المباراه، في ظروف برضه عشان نبقى واقعيين، في ظروف ساعدت النادي الاهلي على ده، الظروف اللي مر بيها نادي الوداد وبعض الاصابات وبعض التغييرات في اماكن بعض اللعيبه ساعدت النادي الاهلي. لكن في الاول هو النادي الاهلي فرض اسلوبه من البدايه، ومستر موسيماني شخصيته ابتدت ملامحها تظهر على النادي الاهلي من خلال المباريات الكبيره، وده ادى النادي الاهلي يكسب بره ملعبه وفرقه كبيره زي الوداد 2-0 ويامن بخطوه كبيره جدا وجوده في المباراه النهائيه، وده ان شاء الله اللي بنامله وكنا بنتمناه من البدايه، ان يبقى النهائي مصري خالص الاهلي والزمالك. اعتقد ان احنا الفرقتين خدوا شوط كويس جدا بالنسبه للمباراه النهائيه. تشكيل النادي الاهلي من البدايه، طريقه لعبه، اللمسه اللي انا بتكلم عليها كابتن هاني، يمكن حضرتك مدرب كبير وعارف ان انت من بعد 3-4 مباريات بتبتدي تحس بلمسه المدرب على اداء التيم. ده ظهر على مستر موسيماني من مباراه نقول بيراميدز، ان ازاي يقدر يحول طريقه اللعب او يغير من الشكل والاداء اللي كان بيأديه مستر فايلر للشكل ده، وطريقه اللعب اللي هو البيلد اب من تحت، ان انت ازاي تبني الكوره وتطلع بالكوره بباص سليم وما يبقاش فيه تشتيت كتير، ما يبقاش فيه كوره طوليه، برضو ربط الاجنحه مع الباكين، الدور العبقري اللي انا بشوف ان هو ده الملموس بشكل كبير جدا بالنسبه لنا على مجدي قفشه في وجوده في مركز 10 وابتدى تبان. انت جربت قفشه في انبي ولا كان لسه؟ لا كان لسه صغير. انا لما جيت كان هو لسه مش موجود. وحتى لما لعب بعد كده ومشي ما كنتش انا موجود يعني. لكن بدايه تالق مجدي قفشه مع موسيماني بشوف ان هو واضح جدا من خلال تحركاته، من خلال الفراغات اللي بيلاقيها في الملعب، من خلال الاوردرات اللي بتبقى واخدها اعتقد من المدير الفني، ازاي يقدر يبقى موجود في المكان ده في التايم ده، وازاي يقدر يستلم في المكان ده. انا بتكلم على نقطه انت بتتكلم فيها مهمه جدا، وجود مجدي قفشه في الهدف نفسه ده بيدل ان كان في حاجه متدرب عليها، انه بيضغط على السرد باك الثاني. ده اعتقد كان النادي الاهلي اللي بيلعب بطريقته العاديه ال 4-2-3-1، لكن مجدي قفشه في وقت الضغط بتتحول ل 4-4-1-1 او 4-4-2 في حاله الضغط. مجدي قفشه في وقت الضغط ده كاننا بنلعب 4-4-2 او النادي الاهلي بيلعب 4-4-2، فكان هو الفرود الثاني اللي بيضغط على يعني الراجل حمد، بيضغط على سرد باك بالظبط، ولو كره راحت للسرد باك الثاني هو اللي بيتحرك في ضغط. هي دي اللقطه اللي جت فيها الخطا اللي حصل. على فكره الخطا ده لو حصل ويمكن مجدي قفشه متأخر شوية 5 متر ورا ما كانش هيلحق الكوره بالظبط، وكان ضغطه كان ممكن يعدي يحيى جبران، يعدي نفسه وياخد الكوره تاني. لكن وجوده في المكان ده في الوقت ده شغل مدرب. وانا كنت شايف كمان ان فكره ان لعب النادي الاهلي في ان هو يسيب الاستحواذ او يسيب نادي الوداد يلعب من يعني من تحت زي ما هو عايز وابتدي يحضر نفسه لمكان او لطريقه ضغط معينه، هو ده كان الطريقه الانسب بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ونجحت وقدر يخطف بيها. والجول ده امن بشكل كبير جدا فوز النادي الاهلي في المباراه دي، وكمان وقع النادي الوداد نفسيا مع ضياع ضربه الجزاء، كل دي عوامل ساعدت بشكل كبير جدا النادي الاهلي يظهر بالشكل ده. طيب مهم ان موسيماني يعني في ماتش العوده يعتمد على نفس التشكيل ولا لا؟ النهارده كان عندنا خبر عن كهربا انه خلاص يعني ان شاء الله ممكن يلحق بمباراه العوده، شايف انه يعتمد على التشكيل ده ولا يعتمد بقى يعني على عناصر جديده ممكن يدخلها في النص زي كهربا وغيره انسب حاجه بالنسبه لي انا يعني لو انا مدير فني ان التشكيل اللي انا بدات بيه هو اللي ابتدي بيه برضو المباراه دي، غير لو في لو في لا قدر الله اصابات، لو في اجهاد، لو في اي حاجه بالنسبه لي انا كحد يعني عايش مع التيم وشايف ان مين الانسب بالنسبه لي. لكن ان الانسب والكوره بتقول ان لازم ابتدي بنفس التشكيل، ممكن الكلام ده يفرق في التغييرات بتاعتي. يعني يمكن التغييرات كانت هناك برضو اعتقد ان هي كانت برضو يعني تغييرات، اعتقد تغييرات موفقه في وجهه نظري. كان ممكن وليد مكان احمد شيخ يعني دي وجهه يعني نظري، مكان احمد شيخ او جيرارد ولا لا او يعني جيرارد ممكن برضه الوقت ده كان وقت بالزبط. اعتقد ان هو وقت وليد سليمان بالزبط. واعتقد ان هو كان بيجهزه بس كان الوقت انتهى يعني مزبوط. لكن الوقت ده كان وقت وليد سليمان كان يقدر يسحب لك الفرقه بشكل كويس قوي، يقدر يشتغل على السرعات على الكاونتر اتاك بشكل مميز جدا، وعنده الفينشنج كويس وعنده كل حاجه، الخبرات الدوليه والخبرات المباريات الكبيره دي، كل دي تفرق في المباراه الثانيه في ان دي تبقى تغييرات بالنسبه لي او مفاتيح لعب
اقدر استخدمها تبقى زياده بالنسبه لي في الاوبشن بتاع التغييرات. طب سؤال معلش سام، سؤال فني برضه، عشان انت قلت هتبدا بنفس التشكيل، ما عندكش تفكير انه ممكن مثلا يريح مروان شويه ويبقى ورقه معاه وينزل ببادجي في المباراه ديت، على اساس هو عنصر جديد، يعني عنصر جديد على السردباكين اللي هيلعبوا عليه؟ تمام، بيبقى ممكن انه يبقى مروان ورقه معاك والعكس يعني، ولا انت تفضل اللي هو نفس ال11 اللي بداوا هم اللي بداوا؟ يعني فكره برضه كابتن هاني، بس انا بقول لحضرتك ايه فكره التعايش. يعني انا شايف مثلا ان مروان ممكن يكون اجهد من المباراه دي، او ممكن يبقى بادجي مثلا طريقه لعبه مغايره او مش معروفه بالنسبه لخط ظهر الوداد اللي ممكن برضه يتغير في المباراه دي طبيعي. فممكن يبقى ورقه العب بيها يعني ورقه جديده اقدر استغلها. لكن انا بشوف ان الاساس بالنسبه لي لازم ابدا بنفس التشكيل اللي كسبت بيه، وبرده الفرق بين المباراتين مش كبير اقدر برده ان انا في النهايه انا خدت خطوه للمباراه النهائيه عايز احافظ عليها. ممكن ما يفرقش بالنسبه لي قوي ان انا اكسب او اتعادل، لكن الموضوع بالنسبه لي ان انا اخرج لبر الامان بالمباراه دي، ان انا اوصل للمباراه النهائيه. لان برده النقطه اللي لازم او اعتقد كمان مستر عثماني يتكلم عليها، في ان فرقة الوداد، فرقة الرجاء، فرقة الترجي، فرقة النجم الساحلي، فرق شمال افريقيا بالذات بتلعب بره ارضها احسن من على ارضها كمان. عشان كده عايز اسالك النهارده يعني بعد المباراه والاداء الجيد للنادي الاهلي في ارض الوداد او في ارض المغرب، حسينا النهارده ان في كده ايه يعني نوع من الراحه، في ناس مطمنه. مش بتكلم على فريقنا، بتكلم على يعني بعض من الناس وبعض المشجعين والجمهور، في حاله كده من الرضا ان خلاص اطمنا، ان خلاص الماتش الممكن اللي جاي يكون تحصيل حاصل. انت شايف الرضا ده؟ انا عايز اتكلم في الرضا طبيعي بالنسبه للجمهور، لان مكسب كبير جدا وبره ملعبنا، لكن برضو في عوامل واعتقد ان المدير الفني لازم يكون متكلم فيها. في ناس بتتكلم عن النهائي دلوقتي، من دلوقتي يعني في ناس ده كلام مش سليم يعني. وده كلام ممكن يكون كلام جمهور، كلام محبين، كلام مشجعين. وشايفين ان النادي الاهلي لما يكسب اتنين بره صعب ان هو يخسر، نادي الزمالك كذلك. لكن المدرب لا يمكن يكون كده، اللعيبه ممكن لا يمكن تكون كده. لكن انا شفت حتى لقطه ان موسيماني اصر على اللعيبه كلها بعد المباراه كلهم يتفرجوا على المباراه تاني، عشان كل لعيب يقف على اخطائه. دي حاجه كويسه صحيح، وعنده ايمان ان هو الاهلي لم يتاهل بعد، ويمكن ضرب لهم المثال بتاع برشلونه وليفربول. في حاجات كمان اللي قلت لحضرتك الظروف ساعدت برضو النادي الاهلي فيها، غياب الجمهور على الوداد والرجاء مؤثر كبير جدا على اداء اللعيبه. الفرق دي او فرق شمال افريقيا بالذات، كابتن هاني طبعا عاشر المواضيع دي وعارف، 40 50% من اداء الفرقه دي جمهورها. فغياب الجمهور وحالات الاصابات والظروف اللي كان بيمر بيها نادي الوداد لو اتعدلت في مباراه العوده، المباراه هتبقى صعبه جدا. وبرده فكره ان هم بيلعبوا بره ارضهم افضل كمان من على ملعبهم، ده مؤشر برده. بس روح الاهلي كانت حاضره طبعا جدا جدا جدا. اول مره اشوف كابتن هاني من فتره كبيره لعيبه النادي الاهلي فريش بالشكل ده في الملعب. صح. كلهم بيتحركوا بخفه جدا، عندهم ثقه، ما فيش خوف. وفكره كمان ان انت بتلعب بره ملعبك وتقدر تستحوذ على الكره وتطلع بالكره من تحت ومن باص، ده بيدي مؤشر سلبي للفرقه الثانيه. الفرقه دي مش خايفه مني، الفرقه دي كبيره. دي عوامل كلها في الكوره بتاثر سلبي على الفرق الثانيه، وبتديك انت باور وبوش كبير جدا جوه الجيم. والكابتن مجدي عبد العاطي نجم ابنبي ومنتخب مصر، كابتن مجدي كنا بنتكلم اثناء التقرير على الاستعدادات او التحضير، وده شيء مهم جدا في وانت عارف طبعا مدرب كبير، التحضير لعمليه المباراه على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، وخاصه المستوى البدني كان مميز جدا جدا النادي، اكيد انت لاحظته طبعاً. اشرح لنا ايه عوامل تفوق النادي الاهلي على المستوى البدني على فريق الوداد. هرجع كابتن، المستوى البدني ده اللي وصل له النادي الاهلي من خلال ايه؟ من خلال مباراه الدوري المصري. عوده الدوري من الاساس، بالرغم ان انا كنت واحد من الناس شايفها صعبه جدا، لكن فعلا بنشكر كل اجهزه الدوله. كنت معترض على القرار؟ ما كنت، لا ما كنتش معترض، بس كنت شايفه صعبه جدا، شايف رجوعه صعبه جدا. لكن اصرار الدوله وكل المؤسسات في ان الدوري يرجع تاني كان قرار سليم جدا، وصل النادي الاهلي ونادي الزمالك دلوقتي ان تشوف الرجاء وبنشوف الوداد في اخر مباراه مش قادرين في حقيقه يقفوا على رجليهم. النادي الاهلي ونادي الزمالك فايقين جدا ما شاء الله في الناحيه البدنيه، وده اللي خلى العامل البدني يتفوق مع الجانب الفني اللي بيشتغل عليه المدير الفني ان هو يوصله لده. انت عارف يا كابتن هاني طبعا انت كل تعليماتك الفنيه لما بتوصلها للعيبه لو ما عندوش مخزون بدني مش هيقدر ينفذها. فالاستعداد البدني الجيد جدا، وفكره ان انت لاعب الدور كامل حوالي 16 مباراه،
فريق الرجاء والوداد لاعبين 8 مباريات، فانت لاعب ضعف المباريات بتاعتهم، ده وصل الحاله البدنيه عند النادي الاهلي ونادي الزمالك لمستوى عالي جدا، خلاهم يبانوا بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه. على كلامك كابتن مجدي، كمان اعتقد ان حسم من الدوري بفتره طويله للنادي الاهلي قبل نهايه الدوري بسبع اسابيع ادت فتره زمنيه تحضيريه بشكل افضل، لان الوداد قبلها لسه قبلها باسبوع كان عنده مباراه قويه جدا. ده على النقيض برضو كمان يا كابتن، النادي الاهلي مفنش قبل الدوري بسبع اسابيع البطوله، الوداد خسران البطوله في الدقيقه 92 فكل دي في اخر مباراه كل دي عوامل نفسيه ايجابيه وسلبيه على الناحيتين، ادت لتفوق النادي الاهلي بالشكل ده، وده برضو اللي هيميز النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه الثانيه ويخليه يقدر يعمل نتيجه برضو ايجابيه. انت كنت عندك بلان مثلا، ده وجهه نظر انا بشوف، ان انت كنت عامل بلان مثلا ان انت تضغط من نص ملعبك او تستنى أو تجميع الكوره في حته معينه، لما يبقى فيه خطا بيبتدي الانتشار والضغط بالشكل اللي احنا شفناه ده، ممكن من هنا تبتدي تعمل الضغط من 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 قدام من فوق. عندهم كمان اخطاء في خط الظهر وفي الباكين في عمليه بدايه، يعني تقصد ان 2-0 دي كمان جراءه انك تبدا المباراه كده، انك ما عندكش بقى مشكله ان يجي في جون، يعني بالزبط. اكيد هتبقى حريص، لكن بدايه الضغط من قدام او الضغط العالي ممكن تطبقه ده في أول ممكن المباراة. كمان تعمل اخطاء بالنسبه لفريق الوداد وتعمل ارتباك، على انه ممكن متخيل ان انت الطريقه اللي كسبت بيها ممكن تلعب بيها هنا، تغيير الطريقه او تغيير السيستم اللعب ان انت تتحول او ترحل الضغط اللي كام متر لقدام شويه، ده ممكن يعمل لهم ارتباك، وكمان انت بتقدر تستغل ده. النادي الاهلي عنده ميزه كبيره جدا ان هو في معظم ماتشات الدوري يا كابتن لو لاحظت ان دايما النادي الاهلي لما بيضغط على فرقه ويقدر يقطع الكوره بيقدر يسلم في اماكن يعني صعبه جدا بالنسبه للفريق الثاني، او خروج اللعيبه من اماكنها في وقت الضغط بيخلي لك سهوله في ان انت تسجل في اي فرقه. ده اللي بقى اشوف ان هو ممكن لو كمان نفذه مصر موسيماني في المباراه الثانيه ممكن يكسب، لان النادي الاهلي برده بالرغم ان هو كسب وكسب مكسب كبير جدا على فرقه كبيره جدا، لكن كان ممكن يكسب اكتر من كده لو كان في تركيز، ونعتقد ان هو برده المدير الفني يتكلم مع اللعيبه ده ان كان ممكن يعمل نتيجه تاريخيه 3 و4 و5 ممكن يعمل ده النهارده في يوم الجمعه الجاي. اه ليه لا؟ طبعا انت لو بتلعب فرقه الوداد دي وقدرت تجيب فيها جول برضو زي المباراه الاولانيه في اول 4 5 دقائق، لا ممكن الموضوع يفتح بالنسبه لك، لان خلاص انت كده حطيت رجلك خلاص في المباراه النهائيه. صحيح. احنا معانا على التليفون كابتن وليد صلاح الدين في مداخله في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن وليد. استاذه سهام اهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا كابتن. تحياتي للكابتن هاني رمزي كابتننا الكبير. حبيبي يا وليد، اهلا بيك منورنا. كابتن مجدي عبد العاطي، ازيك يا كابتن مجدي؟ كابتن وليد عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان والله. الله يخليك. كابتن وليد، النهارده لما بنيجي نتكلم عن المقوله التاريخيه بتاعه الاهلي بمن حضر، يمكن ده شفناه في ماتش الاهلي والوداد في الذهاب، لما النهارده انت عندك اصابات كتيره، ما يعني لعبت بالمتاح عندك، ومع ذلك روح الفانيلا وشخصيه النادي الاهلي كانت حاضره بشكل كبير قوي. تعليق حضرتك ايه على المقوله دي واللي احنا شفناه في الملعب اللي بيأكدها؟ يعني احنا متعودين عليها على مدار التاريخ. لعبنا في اجيال مختلفه، حتى الاجيال اللي قبلينا. انا شخصيا عاصرت مواقف كتير جدا بتاكد على ان الاهلي بمن حضر، يعني مواقف كتير، يعني مش عايز اذكر حاجات كتير، لكن حصل مواقف قدامنا كتير قوي في كل البطولات. والاهلي يعني مره من المرات مثلا كنا بنلعب نهائي البطوله العربيه، وفيليكس ابواجي كان نجم منتخب غانا، كان الكابتن حسام حسن مصاب، وفيليكس اتاخر في الرجوع، كابتن صالح سليم قرر انه فيليكس ما يلعبش المباراه النهائيه ومش مهم نخسر البطوله، البطوله كانت على ملعبنا وحضور الريس وحضور كل القيادات السياسيه، ومع ذلك هو النادي الاهلي بيشتغل بالمبادئ وبالقيم بتاعته. فكلنا حتى الناس كلها بقت قاعده تقول للكابتن صالح يا كابتن ده البطوله عندنا، ده احنا كده هنخسر اللقب، مش مهم، المهم ان احنا نحافظ على المبادئ بتاعتنا. ففيليكس ما لعبش، وبالفعل لعبنا، وكان الاهلي بمن حضر، لدرجه ان انا فاكر يوميا كان الكابتن رضا عبد العال بيلعب راس حربه، وانا نزلت بداله راس حربه، يعني ولا انا هو وانتم ما شاء الله يعني في راس الحربه، يعني ستايل ستايل الكابتن وليد جامد جدا في راس الحربه. يعني انت عارف بقى كابتن مجدي كل الكور العاليه لا وهجام ومحط لا وليد طبعا
مباراة كلنا كنا سعداء بيها بصراحة، وخلينا نتكلم بكل أمانة، كنت يعني أو سؤال ليك، كنت تتوقع هذا الأداء وهذه النتيجة للنادي الأهلي في المباراة دي؟ ده سؤال. والسؤال اللي يمكن كمان عايز أطرحه عليك، إن فكرة إنك كنت ممكن تلعب، أو كان في آراء بتقول إن موسيماني ممكن يلعب بثلاثة في نص الملعب أو ثلاثة إذا كان بيتكلم على ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، أنت كنت تتوقع كده وكان ممكن يبدأ بثلاثي وسط الملعب؟ رقم واحد، أنا كنت متوقع الأداء، كنت متوقعه، مش متوقع النتيجة، لكن متوقع الأداء. وقلت الكلام ده في الاستوديو، الحمد لله متسجل صوت وصورة قبلها بثلاث اربع ايام، يوم مباراه الاهلي وبيراميدز، حتى الاستاذ عادل الصيعي والكابتن ابراهيم المنيسي الاثنين زعوها. فانا قلت ان انا مطمن جدا على النادي الاهلي، النادي الاهلي قدم كرة حلوه قوي قدام بيراميدز، النادي الاهلي لو بيحلم بسيناريو ان انت تكون ناقص لاعب وان انت تلعب جيم مضغوط وان بيراميدز يضغطوا عليك في كل الملعب، والاهلي بالحاله دي حتى اشدت تحديدا بقفشه وديان، وقلت ان دول من نجوم المباراه ومحمد هاني، والحمد لله كنت متوقع الاداء ده. لكن النتيجه طبعا، النتيجه يعني النتيجه كبيره، وشخصيه الاهلي باينه في الملعب، وانت بتضغط بطول الملعب حاجه جميله جدا ما شفناهاش بقالنا سنين. كمان بتبتدي الهجمه من تحت من عند الشناوي، ما عندكش اي مشكله خالص انك تبتدي من السردباكين، فكل دي حاجات تبين شخصيه النادي الاهلي. طبعا بصراحه ساعد على كده الحمد لله ان عدم وجود الجمهور، انت عارف الجماهير في المغرب وبيبقى في شراسه. لسه الكابتن مجدي طبعا يعني لسه بيتكلم عن النقطه ديت، كان يعني جزء من التفوق النادي الاهلي، هنقول جزء صغير، لكن شخصيه النادي الاهلي كانت واضحه جدا. لكن طبعا تاثير غياب الجماهير خاصه في المغرب بيكون ليه تاثير واضح يعني. أكيد أكيد، يعني أنا عايز أقول لك إن الحمد لله النادي الأهلي أجهز فرقة في الأربعة، يعني الوداد والرجاء جايين من ماراثون طويل جدا في الدوري المغربي، صراحة عندهم ظروف صعبة جدا، نادي الزمالك كمان عنده غيابات وبرضه جاي من ماراثون وداخل في مباراة وحدد المركز الثاني مع بيراميدز، يعني تحس إن برضه النادي الأهلي، ودي ميزة إنك تاخد الدوري بدري. لما خدنا الدوري بدري احنا نفسيتنا اهدى، كست في البطوله بالظبط ما شاء الله، يعني يا كابتن وليد ما شاء الله ربنا يكملها على خير. لمست ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله ان شاء الله كمان النهائي يبقى مصري، وان شاء الله البطوله تبقى للاهلي باذن الله. اهم حاجه البطوله تبقى في الاهلي. لمست موسيماني كانت واضحه، التشكيله اللي هيلعب بيها تتوقع ان هي يعني هيثبتها موسيماني ولا هيكون فيها تغيير؟ شايف ازاي؟ شايفها ازاي؟ هيثبتها مليون في المية، يعني أنا نفس التشكيل ده بتاع الذهاب أنا قلته، باستثناء بس كنت متوقع إن بادجي اللي يبتدي المباراة اللي هناك، حتى قلت في العودة مروان اللي هيلعب، لأن هو الراجل بيحب الكرة اللي على الأرض، بيحب اللعيبة اللي تبتدي هجمة كويسة، فأظن إن التشكيل هيبقى ثابت، ما أظنش إن في أي حد هيتغير، يعني نفس التشكيلة بالظبط اللي ابتدت مباراة الوداد، إن شاء الله هي اللي تكون موجودة. ان شاء الله كابتن وليد، وان شاء الله كمان مهم جدا ان شاء الله كمان كهربا يخش القائمه بشكل جيد، ممكن يكون ليه دور ودور ايجابي جدا، اعتقد ممكن يكون في دور للكابتن وليد سليمان برضو في المباراه، على حسب طبعا النتيجه وعلى حسب الرؤيه الفنيه. فان شاء الله كل اللي نتمناه باذن الله تاكيد ان شاء الله يوم الجمعه يكون تاكيد ان شاء الله للوصول للمباراه النهائيه. كابتن وليد شكرا جزيلا. يا رب ان شاء الله باذن الله، والنادي الاهلي قادر على انه يلعب جيم حلو قوي ونكسب مكسب كويس كمان ان شاء الله باذن الله. كابتن وليد بنشكرك شكرا جزيلا. اتكلم على مروان، وكنت عايز اسالك فعلا عن مروان، انت بصفتك من انا في اعتقادي يعني من افضل رؤوس الحربه اللي جت بجد، يعني انا شفتك بتلعب ما شاء الله، يعني عندك بتلعب كور عاليه، محطه كويسه، عندك سرعات كمان، النسبه التهديفيه بتجيب يعني من اجوان من فرص قليله. تقول لي المرحله اللي مر بيها مروان في فترات وعودته تاني بشكل اكتر من رائع من خلال حتى اخر مباراه الدوري وكمان اداؤه في مباراه الوداد، شايفه ازاي؟ يعني هقول برضو حاجه ممكن يعني كتير من المشاهدين ما كانوش يعرفوها، انا ليا موقف مع مروان شخصي، يعني ان انا اول ما مسكنا بتروجيت مع الكابتن المختار كان مروان لسه راجع من الاولمبياد وكان اصيب بالفيروس اللي جاله ده وكان لسه بيتعالج.
وربنا كرمه ورجع، فكان رجوعه كان صعب جدا. يعني كابتن مختار وانا يعني تعبنا معاه جدا عشان يرجع لمستواه، ويمكن انا ربنا كان جعلني سبب في ان انا اسهل له موضوع احترافه في البرتغال. لما رجع بعدها رجع على النادي الاسماعيلي وبعد كده النادي الاهلي، رغم ان اللعيبه كويسه جدا، عنده كل الامكانيات، بيلعب بدماغه كويس، محطه، بيلعب برجليه الاثنين، شوتنج كويس، بيتحرك بشكل كويس جدا، بيساعد زمايله في الفراغات اللي بيقدر يخلقها في ظهره من خلال تحركاته ونزوله او تحركه على الاجناب. بتصادفه ساعات سوء توفيق، بيصادفه ساعات فرص بتضيع منه بشكل ناس بتشوفها سهله، واحيانا برضو بتبقى سهله، لكن انت بتقيس الفرود كمجمل مش ك يعني كارقام بس. مروان له دور مهم جدا، اعتقد زي ما قال كده كابتن وليد، يعني فكره ان المدير الفني عنده امل فيه كبير جدا ومتوسم فيه خير وبيدوله الفرصه، ان مروان من نوعيه اللعيبه اللي المدربين دي بتحبها. التحركات بتاعته، وقوفه على الكوره او خلقه المساحات لزمايله، بيلعب كمان يعني الكوره بتاعته مش يعني عاليه، بيقدر يسلم ويستلم بشكل سهل. كل ده مدي فرصه او الادفانتج لمروان ان هو يبقى موجود مع موسيماني. دي الحاجات اللي رجحت كفه مروان عن بادجي في المباراه الاولانيه، واعتقد برضو ان هو هيبقى الاساس بالنسبه له في المباراه الثانيه. مجرد ما بتفتح مع مروان وبيبتدي يبقى في تسجيله كابتن هاني، الثقه يعني انت ما تشوفه حتى لما الفرقه نفسه لما بيروح كتير وبيضيع على او مجرد ان هو بيجيب جول. انت اكيد مر عليك الكلام دوت يعني فتره من فترات كان عندك برضو. انا كان عندي مشكله كابتن هاني اصلا وانا بلعب، كان معايا عمرو زكي وكان معايا عبد الحميد حسن، كان معايا سيد عبد النعيم، كل دول الفراوده مستنيين كابتن طه الماتش اللي لعبه ما جيبش جول، الماتش اللي بعديه اقعد. فهو كان كان يعني فانت تحت ضغط على طول على طول. لا 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 ولا كنت بتتعامل، هو كان بيديني دايما سبورت كابتن طه وكابتن يحيى الله يرحمهم، وكانوا دايما ده بيدي اللود على الواحد، ان انت لازم تبقى مركز مليون في المية مليون في المية. الفرصة اللي تجيلك هي دي اخر فرصة في المباراة فلازم تسجلها. كنت متوقع انه يدفع بمروان في الماتش ده؟ الحقيقه مش بادجي لانه بقى لي قدرات خاصه طويله. هقول لحضرتك حاجه، انا من اول ما جه مستر موسيماني وانا انا عارف ان هو هيعتمد على مروان، لان برضو بادجي لعيب كويس لكن برضو كورته قليله شويه عن مروان. اللعيب المدرب اللي بيحب لعيبه الكوره يفضل مروان عن بادجي ايا كانت الكلام او الاقوال اللي بتقال حوالين مروان يا كابتن هاني، لكن في التمرين. لكن لا بيشوف التمرين، وفي نفس الوقت لا يمكن انا وانت وابراهيم وكل دول المديرين الفنيين يجوا يجتمعوا على مروان ويبقى مروان حتى مدربين الاجانب. انا بتكلم على كده، انا بتكلم يعني بسمي مسميات بس، لكن مع اختلاف حتى الجنسيات المدرب اللي بتيجي بتدي مروان. مش معقول الناس دي كلها ما يعني سوري ما بتفهمش، والجمهور اللي يعني اللي في بعض الاوقات بيبقى زعلان من مروان شايف احسن. الناس المتعايشه مع اللعيب والناس اللي موجوده معاه كل يوم في التمرين بتشوف اداؤه عامل ازاي. ممكن يكون في بدلك في المباريات، لكن مش هو مش شايفه صح زي فايلر وزي موسيماني دلوقتي. الناس بتعول عليه يمكن الجمهور يعني الجمهور اصلا بيبقى بيتعامل بالقطعه شويه، يعني عايز زي ما انت قلت بيتعامل مباراه باي مباراه مش بمجمل اعماله بالزبط. يعني لكن الناس عندها امال يمكن في مروان، علشان كده في بعض الاحيان بنشوف العتاب ده على مواقع التواصل الاجتماعي. ده يعني دي حقيقه بس انا بتكلم في نقطه ان مروان بقى له فتره كبيره هو فرود منتخب مصر وفرود النادي الاهلي، ودي حاجه مش سهله جدا. وكابتن هاني يعرف، يمكن انا ما صادفنيش الحظ ان العب في نادي جماهيري، لكن اللعب تحت ضغط جمهور واللعب بتيشيرت النادي الاهلي بالذات، لا ده حمل كبير جدا جدا جدا. في لعيبه كتير ما بتحملوش. بنشوف اكم من صفقات في انديه غير جماهيريه بتيجي النادي الاهلي بتيجي نادي الزمالك ما بتاديش بنفس الشكل، لان فكره النادي الجماهيري وفكره النادي الاهلي ونادي الزمالك بالذات في مصر وفي افريقيا لا لهم حمل كبير جدا 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 جدا. لكن في النهايه مروان مجرد ما بيفوق بيرجع ويجيب جول بتلاقيه بعدها الماتش اللي بعدها جول جولين. الموضوع كله بيبقى بس فكره ان الواحد يعدي مرحله البدلك دي يا كابتن هاني. طبيعي، وانت اكيد مريت بيها وعديت عليها. هضيف على كلامك بلس كمان السوشيال ميديا والاجواء بتاعه السوشيال ميديا والضغوط المستجدات دي يا كابتن. ضغط كبير جدا. ما بتضغطش على اللعيب بس، ده بتضغط على اسرته كمان. يعني كل كل الناس بتشوف الكلام ده. لو لعيب متزوج او عنده اخواته واهله بيبقوا
ده بيدي بيعمل لود وبيعمل حمل كمان على اللعيب، ممكن يشتته او يخرجه بره تركيزه المطلوب. مش بقول ان في لعيبه كتير بتقدر تخرج من ده، لكن المنتاليتي بتاعه اللعيبه المصريه واللعيبه في افريقيا بشكل عام ده بتركز مع الحاجات دي جدا وبتشوفها، بتبقى محتاجه كمان يعني المدير الفني يبقى معالج نفسي بالنسبه للعيبه دي عشان يقدر يوصل له الحاجات او يقدر يؤدي له الدور اللي هو بيطلبه منه، بعيدا عن الاجواء اللي ممكن تعكر صف الحاجات دي. الهجوم في بعض الأحيان بيسبب تشتيت والشائعات كمان طبعا. والنهاردة يمكن حتى في الانترو كنا بنتكلم عن الشناوي والإشاعات اللي محوطة النهاردة عن الانذار عن الانذار الأصفر، والنهاردة عنده آخر فرصة في المباراة دي أنه لو حصل عليه هيتم طرده. فطبعا الكلام ده سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي طلعنا فيها طبعا جملة وتفصيلا. شفت الشائعات دي إزاي وتوقيتها كمان، لأنه يعني أكيد في مناسبة في اختيار التوقيت يعني. لا خلينا متفقين ان يعني النادي الاهلي والانديه الكبيره مش هتغيب عنها المواضيع دي، مش يعني مش هيبقى الشناوي واخد انذارين ويطلع هو ينفي. بس في ناس صدقت، في ناس صدقت. لا ما هو اللي يصدق ده برضو يعني حاجه صعبه جدا يعني الموضوع بالنسبه للمباراه زي دي ومباراه النهائيه، يعني صعب ان الكلام ده يتصدق، ولما يطلع مدير كره وينفي الكلام ده او حتى الناس اللي تابعت المباراه ما فيش حاجه من الكلام ده. ممكن يكون مش معقول احنا نكون بندور نفسنا يعني نادي الاهلي ونادي الزمالك سيبقوا الكبيرين بتوع مصر وافريقيا، ما ينفعش اي حد يقلل من ده او يوصل مثلا ان يبقى فيه خساره لاي لعيب او تشتيت لاي لعيب من الاثنين دول، لان هم في النهايه هم نواه منتخب مصر. لازم الموضوع يبقى فيه عقلانيه شويه، ولازم الناس تاخد الموضوع بشكل ابسط من كده يعني. وانت كمان كابتن مجدي مدير فني وعارف انت، حتى وانت في اي نادي بيجي لك والله يا كابتن مجدي، يجي الاداري بيقول لك كابتن مجدي احنا عندنا اثنين لعيبه بعد كل مباراه لازم يجي صوره من السكور شيت اللي حصل والتقرير للحكم على كل، عشان انا يعني انا هبقى بلعب النهارده واللعيب عندي مهم عنده انذارين وانا عندي مباراه مهمه بعدها، طب انا ممكن ما جازفش بيه. كل دي اودي له تعليمات خاصه بقى انه يعني لها 50 حاجه. لا انا يعني في اعتقادي هي صفحه معينه او حد عايز يعمل اي حد يخش عليه، لان خبر بالظبط ممكن يكون ترافيك يعني عايز ترافيك على حس الشناوي. بالظبط. لا ما هو احنا الشناوي والنادي الاهلي ده هيعمل يعني حاجه رائعه. طب عايز بقى تتقمص دلوقتي شخصيه جاموندي المدير الفني للوداد، لو انت مكانه في الحاله ديت بعد الخساره ديت ممكن تشتغل ازاي؟ ليه عايز تحطني في الحاله دي؟ يعني مجازا ان ربنا ما يوريك ما يحطكش في الحاله ديت، لكن هتشتغل معاهم ازاي؟ مباراه طبعا بالنسبه له صعبه جدا، لكن لازم برضو نتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، ولازم المدير الفني يبقى منبه ان عشان كده مش بعيد النادي الوداد يدخل في الجيم ده سهل جدا، وشفنا السنه اللي فاتت برشلونه وليفربول، شفنا اللي قبلها باريس سان جيرمان وبرشلونه خسران 3 على ملعبه ويكسب 4، خسران 2 ويكسب يعني كل دي امور وارده جدا في كره القدم، مفيش حد يقدر يامن لها. انت كمدير فني هتلعب على الجزئيه دي، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي نقول للنادي الاهلي خلي بالكم ده حصل، هو ما كمان ياخدها من ناحيه الايجابيه، ده ممكن انت قادر ده يعني في حصل طبعا. كذا كذا يعني طبعا. كابتن يعني مباراه النادي الزمالك والنجم الساحلي باين السنه اللي قبل اللي فاتت مع فيريرا كان كسبان 4 هناك، وهنا اطرد منه لعيب وكسب 3، يعني ده في كره القدم في عرف كره القدم وارد جدا وكان على ارضك طبعا وسهل جدا ان انت تبقى في يوم اوف داي بالنسبه لك تلاقي الامور هربت منك. ففرقه الوداد اعتقد ان هو كل المشكله اللي كانت بتواجهه هي مشكله خط الظهر يا كابتن هاني، ورجوع يحيى جبران ده من نص الملعب لخط الظهر وغياب العناصر الاساسيه اللي بتمثل خط الظهر بالنسبه له، ده كان عامل مؤثر جدا، يمكن حتى هو كان السبب في الهدف اللي جه في الدقيقه 4 من ضغط قفشة عليه. تنظيم فرقه الوداد على فكره كمان هو نزل الشوط الثاني او في اخر الشوط الثاني سيرد باك وكان بيشتغل بشكل كويس بشكل افضل طبعا، لان هو يحيى بعد الجول الماتش هرب منه جدا وكان طول الماتش مشتت، على الرغم ان هو وجوده في نص الملعب افضل بكتير او يعني بيدي دفعه كمان لفرقه الوداد بالشكل ده. اعتقد ان هو هيبتدي يلعب على اخطاء النادي الاهلي، ده اللي يقدر يعمله، لان برضو فرقه الوداد
بالشكل اللي ادوا بيه ايا كانت الحاله اللي كانوا بيادوا بيها في الماتش الاولاني، حاله النادي الاهلي وادائه وتركيزه كانت مخليه الوداد حتى لو في مستواه 10 مرات ما كانش هيقدر يوصل لجول النادي الاهلي نتيجه الاداء والتمركز السليم اللي كان بيادي بيه النادي الاهلي. فهو اللي ممكن يقدر يلعب عليه الاخطاء اللي ممكن تتولد عند النادي الاهلي. الكرات الثابته برضو بالنسبه للنادي الوداد، النادي الوداد عنده مفارقه غريبه جدا يا كابتن هاني، عنده مشكله في الكرات الثابته الدفاعيه وبيتميز بالكرات الثابته الهجوميه، فدي ممكن تكون احد نقاط اللي ممكن يلعب عليها. كمان حاله بديع اوك واسماعيل حداد في المباراه الاولانيه ما كانتش بالشكل الامثل، الاثنين دول لو اشتغلوا بيعملوا مشكله بالنسبه للباكين. لكن حاله حسين شحات واجاي في المباراه الاولانيه ورجوعهم مساعدتهم مع هاني ومعلول كانت مديه ثقه ودفعه كبيره جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. بديع اوك ده واسماعيل حداد في المباريات العاديه او في المباريات اللي هي ما فيهاش التزامات بالشكل الكامل بيعلقوا دايما من قدام، فبيبقى بالنسبه لفرقه لاي منافس بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا. ان بديع اوك ده عنده سرعات صحيح. وده برده من اللعيبه اللي من حظ النادي الاهلي لما ضيع كمان ضربه الجزاء خرج بره الجيم خالص. اسماعيل حداد كان ما كانش موفق، وبرده كمان لما عمل التغييره اللي عملها من هنا لهنا بديع اوك راح على علي معلول واسماعيل راح على هاني، فقدت كمان الاثنين دول كل مميزاتهم. لكن انا بشوف ان هو هيبتدي جيم عادي خالص لحد ما يستنى خطا للنادي الاهلي او كره ثابته يدخل بها الجيم، لو جاب جول الماتش ممكن برضو يتصعب على النادي الاهلي ويبقى فيه حاله من العصبيه لو ما قدرش يسيطر عليها مستر موسيماني واللعيبه وخبراتهم ممكن تعمل مشكله وتدخله جوه الجيم. فالاساس بالنسبه له ان هو هيبتدي جيم عادي، هيقلل من اخطائه، هيشتغل على الثوابت ويشتغل على الاخطاء اللي ممكن يتولدها النادي الاهلي، وممكن من البدايه يبتدي يهاجمك. يمكن حتى برضو هيبقى ضاغط من قدام، الضغط لازم هو ما عندوش حاجه يكفي عليها كده هاني. لو ضغط من قدام واستغل اي خطا من لا قدر الله من اي لعيبه من النادي الاهلي وسجل جول هيدخل جوه الجيم ويتدي روح معنويه بالنسبه لهم ويعمل لك مشكله انت في غنى عنها يعني. فالاساس بالنسبه له ان هو هيشتغل جيم عادي، ممكن الزياده بالنسبه له الضغط العالي من على النادي الاهلي، الضغط برده كان بيعمله بشكل عالي هو في المباراه الاولانيه، لكن ضغط بشوفه صوري يعني اللي هو بيضغط لمجرد الضغط مش بيضغط عشان يقطع. لو عمل ده ولا قدر الله حصل اي حاجه مش عايزين ده يحصل، لازم لعيبه النادي الاهلي برده تبقى مركزه. انا خرجت دلوقتي من فكره المدير الفني، انا بتكلم دلوقتي عن الاهلي. لا ما صح، لا ما انت اللي بتقوله انت مرتبط بردود افعالك كمان النادي الاهلي. ما انت لو اتكلمت وانا بايدك تماما، لو انا في مكان جاموندي موقف صعب جدا، لكن اولا الشكل التحفيزي هيبقى مختلف. لا احنا بلغته هو لا انتوا قادرين، وممكن يقول ما زي ما النادي الاهلي بدا بالزبط. وجاب جون في اول اربع دقائق، ما انت ممكن ليه انا ما اعملش كده؟ فكل دي اشكال تحفيزيه مع زي ما انت بتقول المواقف، مواقف الفنيه داخل الملعب، الضغط من قدام، رتم ممكن يكسر رتم النادي الاهلي. النادي الاهلي بدا يبدا من تحت، فيقول لك انا اضغط من قدام عشان اكسر الرتم ده. فكل دوت على المردود الثاني طبعا، واكيد موسيماني والناس كلها عارفه. انت بتشوف برضه كابتن هاني وانت شغال، يعني انت اشتغلت برضه حضرتك ومدير فني كبير وعارف ان انت في بتبقى حاطط سيناريو، لكن بالزبط. في احيانا حاجات بتحصل جوه الجيم بتخليك تغير السيناريو بتاعك وتشتغل ببلان تاني، وهو بالزبط. ده اللي ممكن يشتغل عليه. انا بقول لك يستنى خطا، يستنى كره ثابته، اي حاجه تدخله جوه الجيم ومن خلالها يبتدي يغير الشكل ويغير الطريقه ويبتدي يضغط بشكل اكبر كمان على النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن الجول ده يضغطه او يخلي فيه عصبيه في اداء اللعيبه، الجيم يبقى ايكوال، واحنا مش عايزين ده، عايزين الاهلي دايما يبقى متسيد الموقف. الاساس في مباراه الذهاب يا كابتن هاني ان انت ما جاش فيك جول. طول ما انت ما جاش فيك جول انت تقدر بالامكانيات اللي قدام وامكانيات حتى نص الملعب اللي عندك انت تسجل. فالاساس اللي اعتقد اللي هياكد عليه كابتن مستر موسيماني ان هو يحافظ على الكلين شيت بالنسبه له وبالنسبه للشناوي ان ما يجيش فيها جول. طول ما انا المباراه ماشيه كده ومش خلص المباراه 0-0 بالنسبه لي انا حققت الهدف والأجمل, والاجمل كمان انك تجيب جول في اول ربع ساعه. دي حاجه طبعا هتفتح يعني الجيم بالنسبه لنا جدا، وهيبقى في هجوم ضاري بالنسبه للوداد تقدر تستغله انت بالمساحات وبالسرعات وبالسرعات اللي تقدر تشتغل عليها، وكل دي تبقى مفاتيح بالنسبه للنادي الاهلي في ان هو ينهي الجيم من البدايه. الاندفاع الهجومي لفريق الوداد ممكن يشكل ضغط على الاهلي في الاياب.
الاساس بالنسبه له انا ان انا لازم الطريقه اللي انا بشتغل عليها لازم يبقى فيها ثقه وتحركات من اللعيبه في ان انا ازاي بقدر مع اي ضغط ايا كان عالي او متاخر ان انا بوصل بالكره للاماكن المؤثره بالنسبه للفريق الثاني ايا كان الضغط مع توزيعه اللعيبه مع التمرين اللي هم بيتمرنوا عليه في ان هو ازاي يطلع بالكره. واحيانا يعني انا حتى كنت بقول للعيبه انا من المدرسه دي يعني ان انا بحب العب كوره على الارض يعني ده شفناه مع حتى مع فريق اسوان يعني. الحمد لله مع اي فريق لكن في النهايه انا مش سعي في ان انا اعمل تيكي تاكا كابتن هاني لكن انا عايز اطلع بالكوره عشان اوصل من رجل لرجل عشان اوصل لكن لو الامور ازمت بالنسبه لي او قفلت انا ليه ما احطش واحده وانا ما عنديش مشكله خالص انا بالنسبه لي اهم ان انا ما يجيش فيها جول انا بطلع بالكوره من تحت عشان اقدر اخترق الفرقه الثانيه لكن لو الطلوع ده هيتسبب في ان انا يجي فيها جول لا حط الكوره في الاوت طلع الكوره بره شيل واحده لقدام لكن انا اهم حاجه بالنسبه لي في ان انا ما يبقاش فيه اخطاء وانا بحضر لان اللعيبه كلها بتبقى خارجه من اماكنها بيبقى فيه ثغرات لو اتقطعت الكوره الطريقه اللي انت بتتكلم عليها دي ساعات كان حتى كانوا بيقولوا وادي دجله بيلعب كره حلوه ودايما يبني من تحت فكان الناس زي ما انت بتقول لو هو نفسه يطلع بالكوره بشكل كويس لكن لما كان بيتضغط من قدامه وتتقطع الكره وكان طبعًا كان طبعًا بيحصل عنده طبعًا مشكله لان بيجي في جون بدري يعني فيعني هو اصرار تركيز جونياس على الطريقه دي في تحت اي ظروف وامام اي نادي خسرته كتير وخلت وادي دجله يعني مهدد او استغنى عنه في نهايه الراوند الاولاني أيوة. انا بقول ان انا حابب الطريقه دي لكن لو الطريقه دي مش هقدر انفذها او اللعيبه ما شربتهاش كويس لا انا لازم اغير الطريق انت بتشتغل بالطريقه يا كابتن هاني على بالامكانيات اللي عندك لازم تشتغل على ده فهو فكره ان انا لو حصل ضغط عالي من فرقه الوداد وانا بالنسبه لي فرقه الاهلي ما قدرش يطلع بالكره سليمه من تحت ويوصل لمفاتيح اللعب بالنسبه لي من عمرو السوليه من ديانج من قفشه لا انا لازم يبقى فيه تحرك من الاجناب من اجاييه من حسين شحات على جنب من الجناب ونبتدي نلعب كوره طوليه على الـ 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 على الخطوط بحيث ان احنا ننقل مرحله الخطر من نص ملعبي او من اماكن الخطر بالنسبه لي لنص الملعب الثاني واقدر اعمل الضغط واستفاد بالكره الثانيه واصدر لهم انا الخطوره دي يعني. وطبعا والكره الثانيه هيدك فيها كمان كان دور مهم جدا وكان في احصائيه كده ان ياسر ابراهيم الناس شايفه انه كلهم نجوم لكن انك تكسب الكره الثانيه بنسبه 100% اربعه هيدرز او خمسه واخد منهم الخمسه ده نقطه مهمه. النقطه الاهم كمان الناس لازم تعرفها ان الريبوند او الكره الثانيه اللي ساقطه دي كان بياخد يا بياخدها سوليه يا حمدي فتحي يا ديانج وده مهم جدا انك كمان تاخد الجزئيه ديت ونبدا نتحرك بيها يعني ده حقيقي وكمان يا كابتن هاني انت بتقول على ان فرقه الوداد كمان مميزه في الكوره دي صحيح. يعني عندهم الاطوال في الحاله الهجوميه بيقدروا يشتغلوا على الكوره دي كويس قوي بيشتغلوا كمان على الكوره الثانيه من المهاجم الافريقي وبيشتغلوا من تحتيه الحداد وبديع كل دي كان مسيطر عليها النادي الاهلي ايا كان ايمن اشرف او ياسر ابراهيم دي كانت حاجه من عوامل ان انت بتنهي الهجمه من قبل ما تبدا بالنسبه للنادي الوداد ده صحيح كابتن مجدي شرفتنا متشكر جدا شكرا كنت سعيد جدا انا معاك والله شكرا جزيلا شكرا كابتن ان شاء الله على اللقاء بقى باذن الله يكون النادي الاهلي حصل على البطوله باذن الله ان شاء الله نبارك لكم باذن الله بعد الفاصل نستقبل مع حضراتكم كابتن رمضان السيد في البيت الكبير بنرحب بحضراتكم مره ثانيه لسه متواصلين معاكم في البيت الكبير في الفقرة الأخيرة اللي بيشرفنا فيها النهاردة نجم كبير في النادي الأهلي الكابتن رمضان السيد وحديث مهم ومتواصل عن مباراة الأهلي والوداد ذهابا والنهاردة البطولة وإيابا طبعا النهاردة البطولة بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي معنا واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية علشان يحدثنا بالتفصيل عن اللي جاي واللي فات والاستفادة من اللي فات وازاي نعول عليه حتى في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله برحب بيك يا كابتن رمضان ربنا يخليك يا سيام الله نورنا ربنا يبارك فيك الله يخليك منورنا يا كابتن ربنا يخليك يعني في البيت الله. في بيتك في البيت الكبير وطبعا قامه كبيره جدا على مستوى اللعب اسطوره في اللعب وكمان على المستوى الفني كمدير فني كبير ربنا يخليك واكيد حضرتك تابعت مباراه الوداد والاهلي بعين مختلفه شويه يعني خلينا يعني نبص بعين مختلفه شويه عين المدير الفني وتقييمك للمباراة على المستوى الفني اللي ظهر به النادي الأهلي هو طبعا الحقيقة يعني في البداية طبعا لازم طبعا كلنا فرحانين وكلنا سعداء بالنتيجة ونتيجة كبيرة قوي ونتيجة احنا يمكن لما كسبناه قبل كده كنا بنكسبه 1-0
صعوبه يعني، لكن احنا عملنا النتيجه كويسه وعملنا اداء كويس. لكن يمكن هنا انا عاوز اروح في منطقه اللي احنا كل املنا وكل امل جمهور النادي الاهلي ان احنا نحصد البطوله التاسعه ان شاء الله. فبالتالي عاوزين نروح يعني احنا عندنا الحمد لله كان في ايجابيات كتيره جدا. يعني انت بتلعب في ملعب الوداد وبتضغط من فوق واولا انت عندك بقى عندك شكل في الاستحواذ واستحواذ ايجابي وحاجات كتيره كويسه الحقيقه. لكن يمكن احنا برضك عندنا شويه حاجات لازم نخلي بالنا منهم اذا كان المباراه الثانيه المباراه اللي هتلعب في القاهره ومباراه الوداد او الامل الكبير الامل الكبير اللي هو الفاينل اللي احنا طبعا حاطين امال كبيره جدا عليه. يعني الحته الدفاعيه برضو احنا عندنا في مشكله هنا. انا يمكن هتلاقيني مثلا عكس الناس كلها طبعا انا في اشاده كبيره جدا وفي حاجه جميله جدا اتعملت وكل حاجه، لكن احنا عندنا 15 دقيقه او 17 دقيقه كنا بنضرب في المساحه اللي ما بين ياسر ابراهيم واللي ما بين محمد هاني. المساحه دي لازم تتقفل، ما ينفعش انا بلعب مباراه تبقى مثلا مباراه بلعب مباراه في النهائي افريقيا وتبقى المساحه دي موجوده ونضرب منها مثلا في كرات كتير لسرعه. ده اول تقريبا 14 دقيقه او 15 دقيقه من بدايه المباراه يعني. بالظبط يا هاني، المنطقه دي لو هم كانوا استغلوها صح كان ممكن يسجلوا يبداوا هم بالتسجيل. طبعا احنا الحمد لله وفقنا ان احنا طبعا بالضغطه بتاعت في اول اربع دقائق في اول اربع دقائق الضغطه بتاعت قفشه الحقيقه. ويمكن انا في صوره الحقيقه او جت على موسيماني وقفشه وهو بيحضنه بشكل كبير جدا. انا الحضن ده يعني مش حضن عادي، الحضن ده اكيد كان في تعليمات ان قفشه واخدها ان هو هيضغط ونفذها قفشه. فهو قفشه فرحان ورايح له وهو نفسه بقى بياخده كابنه فرحان ان هو نفذ له اللي هو عايزه. يمكن الصوره دي ده حقيقي ويمكن وجود قفشه في المنطقه دي بالذات واحنا عارفين يعني بكرر الكلام مع كل الضيوف لان قفشه في المنطقه ديت في التوقيت ده دي تعليمات مدير فني بالزبط. يعني الضغط من قدام بشكل مباشر لان انت حتى في كل المباريات اللي فاتت يعني قفشه ما بيروحش يضغط هنا خالص، بيستنى تحت صح، بيستنى تحت وبيخش على المجموعه بتاعت وسط الملعب والحاجات دي كلها. مظبوط، فعشان كده كان في الحضن دوت. لكن انا بقول ان احنا فعلا لازم نعالج الحته دي لان دي لو اتقفلت اعتقد ان هم عندهم حداد سريع جدا وعندهم الراجل الثاني اللي بيلعب ناحيه اليمين برضه عنده سرعه كبيره جدا واحنا مش عاوزين نديهم المساحات ان دولت يخترقونا في المباراه. ده برضك من الحاجات المهمه. فزي ما بنتكلم على ايجابيات والاجابات لا طبعا دي الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها زي ما عارفين. بس محمد هاني برضو يعني انا معاك ان يمكن في اول 10 دقائق كان اختراق شويه عليها. لكن عمل انا في رايي عمل كمان بعديها يعني وقف على رجله بشكل كويس، عمل اداء يعني اداء كويس بالنسبه لمحمد هاني في المباراه اجماليا يعني. انا بتكلم برضك يا هاني، انا بقول ان محمد هاني مستقبل النادي الاهلي ومستقبل حتى منتخب مصر طبعا لان عنده امكانيات تقدر توديه في حته بعيده قوي. لكن انا برضك بتكلم في حاجه، انا لازم دايما وانا شغال وانا بلعب لازم اصلح الاخطاء بتاعتي. مزبوط. انا ما يبقاش مثلا في حته التغطيه العكسيه مثلا ما بفكرش فيها بشكل كبير، لا ده انا لازم اتمرن عليها ولازم اشتغل عليها ولازم انفذها. ده عشان يعني احنا بنيجي نتكلم مثلا على رونالدو وبنتكلم على ازاي بيشتغل على نفسه لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي بيشتغل على نفسه. صحيح. في لعيبه كتيره جدا بتعرف تشتغل على نفسها. فالنهارده في الاحتراف يا هاني انا مش شرط كمان ان انا المدير الفني يجي يقول لي مثلا انا هصلح لك مثلا مش لا ماشي، ده بيصلح في وسط وحده التدريب، لكن ده انا ممكن كمان اشتغل على نفسي الاخطاء اللي عندي اتخلص منها. المباراة طبعا زي ما احنا قلنا كان فيها الاستحواذ وفي حاجات سلبية تانية غير النقطة دي حضرتك يعني شفتها؟ يعني دي أكتر حاجة الحقيقة، يعني دي أكتر حاجة كانت واضحة وكان فيها زي ما قلت لك يعني الحمد يعني ربنا الحمد لله ستر إن ما جاش جول في الوقت دوت من الحتة دي. طبعا احنا رجوع الشناوي طبعا يعني مكسب كبير جدا 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 في المباراة الحقيقة. والشناوي دلوقتي خلاص مصنف ان هو احسن حراس افريقيا طبعا. صحيح. طبعا. في قفشه المباراه دي يمكن من افضل مبارياته مثلا من 15 مباراه. قفشه المباراه ديت اولا عامل لك استحواذ بشكل هايل وورا كل كوره
وفي نفس الوقت بيعمل حته صناعه اللعب بيعملها بشكل كويس، بيكمل بشكل كويس. الحقيقه يعني انا بعتبره لو الشناوي وقفشه وعلي معلول الحقيقه يعني كانوا نجوم كبار. طبعا الفرقه بقيه الفرقه نجوم كلها نجوم كلهم فوق العاده يعني هم كلهم نجوم، بس دول اللي كانوا دول مميزين طبعا حاجه جداً. تميز كبير جدا الحقيقه. اللي عندنا يمكن كنت وانا قاعد الحقيقه بتكلموا وبتتناقشوا في حته مروان ولا بادجي بالظبط هو يدفع بمين في مباراه يوم الجمعه. هو في حاجه يعني مروان اولا من اللعيبه، هو الراجل بيختاره كمان لان هو من اللعيبه اللي بيعرف يشتغل مع اللعيبه، يعني يعرف يعمل محطه لعب ويعرف لو نزل في وسط الملعب يعرف يشتغل يعني محطه لعب بشكل كويس. بادجي انا بقول حاجه هاني ان هم ما عندهمش غير ان هم يجازفوا، يعني هم هيجازفوا طبيعي طبعا طبيعي يعني ان انا النهارده مغلوب 2 وهاجي احسبها انا كوكوتش اقول طب ما انا مغلوب 2 يعني حتى لو اتغلبت 3 ايه اللي هيحصل لي يعني. هيبقى في مجازفه، المجازفه دي هتديك مساحات تشتغل فيها. يعني انت لو انت بتنزل في وسط ملعبك وبتستخلص الكوره وبتحطها في المساحات لان هم عندهم الحته دي، يمكن احنا قلنا قبل المباراه ما تتلعب هم عندهم السرد باكين في بطء جامد جدا، والباكين كمان يعني حتى الباكين برضو النواحي الدفاعيه بتاعتهم مش قويه. فبالتالي انت يعني يمكن بادجي وجوده انك انت لو لعبت الحاجات الطويله على بادجي اعتقد ان انت تقدر تضرب في المساحات دي وهو سريع ويقدر يوصل في في يعني انت في يعني تفضل مع وجود بادجي. انا بفضل بادجي عشان ديت عشان اسلوب اللعب يعني عشان اسلوب لعبهم هو 100%. انت طبعا هاني عارف وانت مدير فني كبير عارف ان هو الراجل ده هيخسر ايه بالزبط. لما يجي القاهره وهو خسران 2 هيخسر ايه؟ لا انا لازم اعمل مجازفه يمكن تيجي معايا ممكن اجيب جول ممكن الحاجات دي كلها. فمعنى ان هو هيعمل مجازفه يبقى في مساحات هتتوجد اكتر ما هي موجوده وهم لامنين نفسيهم دفاعيا. خلي بالك لا ده في الوقت ده كمان ده يبقى في مساحات كبيره جدا نقدر ان احنا نشتغل الحقيقه كل الوقت ما بيمر 0-0 هم بالنسبه لهم كمان هيزودوا الحاله الهجوميه بشكل افضل. فحضرتك شايف ان وجود بادجي في المباراه ديت بديلا عن مروان هيساعد ان احنا ممكن نخرج بالكوره في مساحات يتخلق منها فرص للتهديف يعني بالظبط كده. حتى يبقى انت عندك اسلوبين لعب، اسلوب الاستحواذ اللي احنا مميزين فيه الفتره دي الحقيقه وبنشتغله بشكل كويس قوي، ويتوجد لك كمان بقى اسلوب ان انت تقوم لاعب الحاجات الطويله على بادجي وهو هيقدر ان هو بسرعته وبقوته يخترق الاثنين المساكين اللي هم بطاء جدا جدا جدا. طيب لما حضرتك دلوقتي بتقول انا افضل الدفع بادجي في المباراه اللي جايه معناها انك مش مع فكره انه يثبت التشكيل زي ما اغلب ضيوفنا كانوا بيتكلموا من امبارح للنهارده. اصل يعني هو ممكن يدفع بادجي ممكن يدفع بكهرباء ممكن يدفع بمين تاني صالح يعني لا انا بتكلم بس على النقطه دي بس بتاعه بادجي بس أنا بادجي طبعا ان زي ما بقول لك احنا لازم نلعب على الفكر اللي هو ممكن يفكروا بيه او يلعبوا بيه. ده مهم جدا كمان. يعني انا النهارده انا مميز جدا في الاستحواذ بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت انا النهارده لكمان لما بقطع الكوره وهم عاملين كثافه هجوميه علينا باكين والجناحين ووسط الملعب وكده هيبقى في المساحه اللي هي موجوده بتاعه السرد باكين دي نقدر نشتغل بيها بادجي بالكرات الطويله اللي ممكن يعملها له السوليه ممكن يعملها له قفشه يعملها نشتغلها من تحت خالص من عند ايمن اشرف ما بيشتغلها الحقيقه. يعني يمكن برضك لو في اشاده كمان في المباراه دي يبقى لازم يبقى في اشاده بايمن اشرف كمان لان عمل مباراه كبيره جدا 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 الحقيقه ظهر بشكل طبعا وكان بيعمل كمان الجزء حتى كابتن اللي احنا كنا يعني كان بعض الناس متخوفه شويه من الاندفاع الهجومي لعلي معلول مع بادجي في وقت ومن اوقات المباراه بالرغم ان كان بادجي بيعملها كويس قوي انه بيثبت، لكن كمان ايمن كان بيميل في الحته دي بالزبط. بشكل كبير جدا بالزبط. على اساس لما حتى كان بادجي موجود اليو ديانج كان واجايه مع علي معلول كانوا في الحته اللي قدام كان ايمن مايل في الجزء ده مطمن شويه علي معلول مأمنك بشكل كويس قوي وعمل كميه استخلاص الحقيقه صحيح. من غير فاولات يعني يمكن عنده مثلا في ال 95 دقيقه فاول مثلا لكن كل استخلاصه كان من غير فاول وعامل جيم كويس قوي اذا كان صحيح. في الحاجات العاليه في الحاجات اللي على الارض مواقف واحد ضد واحد مظبوط كان بيتعامل معاه كويس قوي. وكمان عنده ميزه الحقيقه
وهو بيطور في نفسه فيها ان هو بيبدا الكره من تحت بشكل كويس قوي دلوقتي في واحده لمها كده ومشي بيها بالظبط عنده ثقه في نفسه انه يعمل حاجات كمان يعني كمان مش انت ما تتوقعهاش كمان فبرضه كنت متوقع الاداء ده والله انا كنت متوقع الحقيقه بس يعني ما كنتش متوقع اداء الوداد يعني يعني انا ممكن متوقع اداء النادي الاهلي ان هو هيعمل جيم كبير جدا وهو حالته كويسه واخر ماتشاته عامل مباراه مثلا اخر مباراه كانت بيراميدز الحقيقه رغم ان احنا لعبنا فتره كبيره جدا ناقصين لعيب وده عيب كبير جدا صحيح بدون السوليه طبعا ولعيب مهم جدا لكن الحته اللي لازم نتكلم عليها كمان يا هاني الحقيقه التغييره اللي الراجل فكر فيها موسيماني فكر فيها لان هو لما هو كان لسه منزل بادج على فكره انا كمدير فني بره لما نزل لعيب واخرجه تاني ممكن حد ينتقدني يقول لك طب انت نزلته ليه وطلعته ليه وبتاع. لكن هو اول ما السوليه اتطرد فهو حسبها ايه ان انا لو خليت بادجي في الملعب يبقى انا مش ناقص السوليه بس لا هبقى ناقص اتنين لعيبه لان بادجي مش هيساعد في النواحي الدفاعيه مش هينزل في وسط الملعب هو حسبها كده راح ملاعب خرج بادجي وراح ملاعب اجاييه فوق وفي نفس الوقت اجاييه هيعمل له محطه لعب وهيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت ولما نفقد الكره بينزل يساعد في وسط الملعب وبيقدر يشتغل في وسط الملعب عشان كده احنا ما تاثرناش خالص بطرد السوليه يعني فعلا اتحولت 4-4-1 بالظبط 4-4-1 يعني ده فكر كمان بصراحه يعني انا بحسبه لمستر موسيماني الحقيقه حاجه جميله جدا وفكر عالي جدا وفكر اللي هو ايه ما يقولكش مثلا يحسبها مثلا ممكن مدير فني يحسبها يعني يقول لك ايه طب انا لو انا غيرت الراجل ده طب ما يقول لي طب انت نزلته ليه وطلعته ليه لا ده هو حسبها مصلحه الفريق ايه مصلحه التيم ايه في الوقت ده نفس الحسبه اعتقد برضو بتغييره ديانج بين الشوطين طبعا حسبها بقى عشان يلعب المباراه الثانيه لان يعني الانذار وهو عصبي يعني مش الانذار وهو هادي لا ده هو خد انذار وديانج اصلا كمان طريقه ادائه قويه جدا هو حتى لو هتقول له العب بالراحه مش هيعرف لا فهو حسبها ان هو عشان يحتفظ بيه في المباراه الثانيه قال لك ان انا يغيره يعني فطبعا الحقيقه هو احنا يمكن قلنا قبل المباراه الكوتش اللي هيعرف يدير ال 90 دقيقه هو ده اللي هيبتدي يواصل الحقيقه لغايه المباراه النهائيه اعتقد ان موسيماني الحقيقه سهام ادار ال 90 دقيقه بشكل يعني بشكل هايل الحقيقه بشكل كان رائع تعليق حضرتك على كابتن حسين الشحات ازاي حسين الشحات يعني انا بقول ان هو قبل المباراه انا قلت ان لسه حسين الشحات ما دخلش فورمته لسه حسين الشحات الفتره الكبيره جدا اللي غابها اعتقد ده مش في فورمة حسين الشحات يعني يمكن هتلاقيه مثلا المباراه اللي جايه هيبقى احسن كل ما هيلعب هيبقى افضل يعني لكن هو لا لسه مش ده حسين الشحات اللي احنا المفروض ان هو ورقه يعني قويه جدا 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 في خط هجوم النادي الاهلي زي فكره الدوري كده كل ما يلعبوا ماتشات كل ما المستوى بدل نتكلم عشان برضه هيناقش حضرتك فنيا في موضوع حسين وممكن ازاي ممكن يبقى وليد سليمان ورقه في ايدينا او نبدا بيه لكن نتكلم على موسيماني وشخصيه موسيماني في فتره قليله جدا مع النادي الاهلي نشوف تقرير عن طبعا موسيماني وجوده في النادي الاهلي ونرجع نكمل حديثنا مع الكابتن رمضان السيد بالتاكيد موسيماني في اختبار صعب لكن النهاردة من لحظة حتى وصوله من قبل ما يوصل وإحنا حاسين بالروح وبقد إيه هو يعني شخصية متحملة المسؤولية وتعرف جيدا يعني معنى أو قيمة النادي الأهلي كابتن رمضان أكيد هو قبل ما يجي الحقيقة ويمكن هو كمان أعتقد من موسمين ثلاثة هو الراجل أمنياته أنه هو يدرب النادي الأهلي يعني أمنية كبيرة جدا بالنسبة له عشان كده هو حافظ لعيبة النادي الأهلي وحافظ يوظفهم ازاي ما خدش وقت يعني احنا يمكن لو كنا دخلنا يا هاني في مدير فني اوروبي اعتقد ان كان ممكن كمان يقولها بصراحه يقول لك انتوا ادونه فرصه ماليش دعوه بالبطوله صح طبعا يقول لك انا ماليش دعوه بالبطوله ادونه فرصه بقى انا جاي في وقت حرج ادونه فرصه لغايه ما اعرف لعيبتي واعرف اوظفها ازاي الراجل ده جاي حافظ كل لعيب عنده ايه وبيلعب فين وكان هو كمان الفتره اللي فاتت دي بيلعب في حته مش مكانه يعني الراجل كان ملم بكل حاجه عشان كده ما خدش وقت
يعني ده صحيح دخل في فرقت وعارف كمان الخصم اللي هتلعبه ده وفي نفس الوقت عارف الثلاث منافسين اللي معانا يعني عارف الرجاء وعارف الوداد وعارف الزمالك وعارف الزمالك طبعا فلا هو يعني اختيار موفق جدا 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 الحقيقه. بينما نحن نتحدث عن المباراه القادمه بين الاهلي والوداد في ناس النهارده بتفكر احنا هنقابل الرجاء ولا الزمالك دي وده خطر ده خطر جدا 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 ولازم نأكد عليه الحقيقة كلنا ان احنا لازم نفكر في 90 دقيقة ولا 95 دقيقة بتوع الوداد بوقتهم الضايع لغاية ما الحكم بيصفر احنا كده خلاص يبقى وصلنا نهائي لكن قبل ما الحكم يصفر احنا لسه ما نفكرش ولا في الزمالك ولا نفكر في الرجاء لا نفكر الأول نخلص المباراة دي نخلصها ازاي ونخلص نتيجتها ازاي في صالحنا ان شاء الله باذن الله لكن ان يبقى بقى الكلام ده مثلا وصل للعيبه هاني وان احنا وصلنا والناس كلها عماله تقول كده والناس لا احنا ممكن نتحط في مشكله كبيره جدا فاحنا لازم نتخلص من الحته دي احنا عندنا مباراه الوداد لازم نفكر فيها وهو اكيد الراجل طبعا يعني هو الراجل كمان اشتغل عليها وقدامهم امثله كتيره وقدامهم في رومنتادا بتحصل كتير جدا على مستوى العالم ليفربول وبرشلونه واتكلم على كمان على على المستوى المحلي حدثت مع نادي الزمالك ان هو كان برضو كسبان وكان كسبان 4 ورجع القاهره كان النتيجه 3-0 لغايه اخر دقيقه فكره القدم ما فيهاش مستحيل يعني ده العوده اللي حصلت كمان من برشلونه مع باريس سان جيرمان لما كسبوهم 6-1 لا يا جماعه الكره مجنونه على فكره الكره مش يعني لازم نحترمها ولازم نحترم المنافس لازم نحترم المنافس اللي احنا هنلعبه وما نفكرش في المباراه اللي بعد كده لا احنا ازاي هنتخطى الوداد وبعدين بعد كده هنفكر في المباراه النهائيه في طريقنا واحده بالظبط ده اكيد من خلال رؤيتك برضو يا كابتن و شفت المباراة بشكل فني أكتر من رائع لكن خلينا نتكلم على الجانب الآخر إيه اللي ممكن أو تخاف إن الوداد يبدأ يحضره بشكل كبير جدا لو في حضرتك مدرب الوداد جاموندي ممكن تقول إيه للعيبة وممكن تحضرهم إزاي لمباراة بالنسبة لهم وانت عارف الكلام ده كمدير فني كبير انك سهل جدا انك مباراه مش خسران فيها حاجه بتبقى دي افضل مرحله انك تحضر فيها فريق بشكل تحفيزي اكتر منه كمان فني يعني هو اولا يعني الاخطاء اللي اتوجدت في التشكيل للنقص العدد اللي موجود لما لاعب وسط الملعب مدافع سيرد باك وسط الملعب مدافع ده لعبه سيرد باك طبعا ده خطا كبير جدا جدا وده طبعا ساهم بشكل كبير جدا ان احنا كمان نبدا بداية قوية جدا اللي هو الهدف اللي هو في الدقيقة 4 بالضغط اللي عليه لان هو يعني حتى ايه انت عارف يا هاني المشكلة الاحساس بالمكان مش موجود عند الولد يعني حتى وهو بيستلم الكرة ما عندوش الاحساس بالمكان هو كأنه بيستلم الكرة في وسط الملعب عشان كده لما الكرة طولت هو اتبرجل فطبعا اكيد هو هيعمل تغيير ان هو يقفل الحتة يعني هيشتغل برضه هيشغل الحتة فنية انه هيبدا طبعا هو هيظبط خط الدفاع بشكل افضل زي ما عمل الشوط الثاني على فكره نزل سيرد باك اللي كان بيلعب اساسي لاعب في مكانه الاساسي والدنيا ظبطت شويه كان متشكك ان هو يلعبه قال لك ان هو في اصابه والحاجات دي كلها لكن هو خلاص اعلن ان هو هيلعب خلاص وسليم فهم هيعتمدوا على الجناحين بتوعهم واعتقد ان الكرات اللي هتتلعب ليهم اعتقد ان هم انا شفت لهم على فكره مباريات غير ماتش الاهلي ده الاثنين دول عندهم سرعه كبيره جدا سرعه يا سهام يعني سرعه خارقه يعني دولت احنا كمان عشان كده حضرتك قلت انا ما كنتش متوقع اداء الوداد بالظبط بالظبط يعني لا هم كانوا بعاد خالص عن مستواهم الحقيقه فبرضه هو الراجل دوت هيقابل تلتين هو طبعا يمكن جاله فترات كان بيقابل وسط ملعب كمان على اساس ان هو خلاص عاوز يامن النتيجه وما تزيدش النتيجه وحاجات كده هو هنا مش خسران حاجه بقى هنا ممكن يقابلك من فوق يعني يعمل ضغط عالي يعمل ضغط عالي طبعا وارد ويستغل السرعات بتاع الجناحين بتوعهم اللي هم المميزين جدا زي كان حداد او بديع طيب. احنا هنطلع لفاصل فاصل قصير جدا وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم مع الكابتن الكبير كابتن رمضان السيد مع حضراتكم والكابتن الكبير كابتن رمضان السيد عايزين نتكلم شويه على قفشه واحنا بنشتغل على قفشه بنقول ان قفشه ما شاء الله في اعلى مستوياته وانه بيقدم مردود اكتر من رائع خاصه مباراه الوداد بس انا هسالك سؤال بقى بره الصندوق شويه
مش عايزين نرجع ونقول زي ما عدينا على عبد الله السعيد ان قعد فترات طويله وما حضرناش رغم لسه قفشه برضو لسه سنه صغير، لكن البيك اب بتاع قفشه بالظبط رقم 10 حضرتك شايف ان ممكن صالح جمعه مع موسيماني والموقف اللي مر بيه وبعض التدريبات المباشره واشركه شويه في بعض المباريات يكون هو مش هقول لك البديل بتاع قفشه لكن بيك اب موجود، يبقى عندك اثنين كويسين في مركز واحد؟ طبعا بص هقول لك حاجه، يعني صالح جمعه لو ما استغلش الفرصه ان جاله مدرب يعني عارف امكانياته وعارف ان هو يقدر يستفيد منه ازاي وداس على نفسه، يعني انا لسه بنتكلم على الناس اللي بتشتغل على نفسي، هو صالح جمعه ده ليه ما بيشتغلش على نفسه كمان؟ يعني ده انا النهارده اليوم 24 ساعه، هو انا هروح وحده التدريب اللي هي ساعتين او ثلاثه وبعد كده انا خلاص؟ لا، ده صالح جمعه الفتره اللي جايه دي لازم يشتغل ثلاث فترات، لازم يشتغل فترتين ويشتغل قوه ويشتغل التحمل ويشتغل سرعات زياده عشان يقدر يرجع يثبت كمان المدير الفني، لان هو لو ما استغلش يا سهام الفرصه اللي مديها له الراجل وعاوز يديله ثقه، اي مدير فني ثاني هيجي خلاص يثبت لموسيمان انه قد الفرصه بالزبط دي لانه تم استبعاده لفتره طويله في عهد فايلر. ده هو كمان يعني مش يثبت له بس وكده، لا ده هو لازم يبقى حاجه ثانيه خالص ويشكر موسيمان الحقيقه، لان هو في تقرير فايلر ان الراجل ده مش موجود. يعني الراجل ده مش موجود، فهو صالح لازم يستغل دي بشكل كبير جدا 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 الحقيقه. يعني انا يعني في نماذج الحقيقه، يعني زي مثلا حسام حسن. حسام حسن كان التمرين بيخلص وهو يقوم جايب اي حد من الاولاد اللي بيعرفوا يرفعوا الكوره ويشتغل بتاع 30 دقيقه على الجول، يرفع له الكوره من اليمين ومش عارف من الشمال ومش عارف يشتغل حاجات من الوسط ويلعب بطن رجليه حاجات على الارض، واحد بيتعب بيشتغل على نفسه عشان كده بقى حسام حسن. فبالتالي اللي هيروح يشتغل يكون بعيد ويروح يشتغل وحده تدريب اللي هي ساعتين ولا ساعه ونص ويمشي يروح ولا يعمل حاجه. طب هنرجع يا كابتن للنقطه ديت ونخرج بره ماتش الاهلي والوداد شويه ونتكلم على الجزئيه دي لانها جزئيه مهمه بالنسبه لملفات المعارين. مش شايف ان ناصر ماهر ممكن يكون بلغه الكره كده استوى؟ لان ناصر يمكن من سنتين غير دلوقتي مقدم مستويات رائعه، ممكن هو اللي يكون مش هقول لك بديل لصالح، لكن هو دايما المدرب يجيب شوكه في ظهر العيب بالظبط، يبقى هو دوت اللي يقرص شويه ويكون كمان هو مكسب، هيكون مكسب ليه نفسه كمان وللنادي الاهلي. ايه رايك؟ خلي بالك اقول لك حاجه، يعني عوده ناصر ماهر انا في رايي هتكون سبب رئيسي ان صالح جمعه يعود يرجع بقوه، لان هو هيحس بقى بخطوره كبيره جدا جدا، ده انا جاي لي ولد صغير ولعيب كوره كويس قوي، وبعدين وهو موجود في النادي الاهلي هو لا يقدر يستمر في النادي الاهلي، لا ده كمان النادي الاهلي اداله فرصه انه يعمل احتكاك مزبوط. ياخد عدد مباريات كتير ويبقى فيه استمراريه في اللعب، وفي نفس الوقت هو مستواه ما شاء الله، يعني هو دلوقتي عنصر رئيسي في 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 كل فوز سموحه الحقيقه، وعنده كل حاجه، عنده التسديد وعنده انه بيعرف يلعب الفرقه وعنده انه بيعرف يصنع لعب وعنده مجهوده كمان وان واحد دفاعيه بيعملها، يعني عنده كل حاجه ان هو يرجع نادي الاهلي ويبقى منتج جدا. وصالح في المقابل مستني لاعب انه يشكل له خطر يا كابتن رمضان؟ ما احنا بص هقول لك حاجه، احنا جرب يعني بيني وبينك يعني النادي الاهلي جرب كل حاجه ممكن تتعمل مع صالح، واي حاجه تيجي في دماغ اي حد اتجربت. دي لازم يرجع ناصر ماهر الحقيقه، ودي هتحركه. ورجوع ناصر ماهر كمان يعني لو في طبعا ملف المعارين ده اعتقد مؤجل شويه لان احنا داخلين على بطوله افريقيه وكل تركيز موسيماني على المباراه النهائيه، لكن انا وجهه نظر الشخصيه كمان انك مش هتدي كمان قفشه، انك انت البلاي ميكر الوحيد في النادي الاهلي وبالتالي طبعًا. لازم يحافظ على مستواه، كل ما يكون في كومبيتيشن اتنين لعيبه في مركز واحد على مستوى بيرفع عالي مستوى. بيرفع المستوى بشكل طبعًا. كبير يعني يعني ملف برضو المعارين ده مهم. حضرتك شايف مين كمان من اللعيبه اللي شايفها بره النادي الاهلي ان ممكن تخش خلال طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله لكن أنا تضيف أنا للنادي الاهلي؟ انا في رايي هاني اللعيب الثاني اللي لازم يبقى فيه تفكير فيه، بس طبعا انا بقترح انا يعني مش محمد شريف طبعا لعيب هايل، مهاجم هايل،
اقول لك حاجه، احنا مثلا بنتكلم على بادجي عنده سرعه وقوه ومش عارف ايه وكرات عاليه، بنتكلم مثلا على مروان مش عارف عنده ايه وعنده ايه، الولد ده عنده كل حاجه يعني مهاري بشكل يعني بيعمل حاجات الصغيره دي بشكل مميز جدا جدا، بيعرف يجيب جول بشكل مميز جدا، بيعرف يتحرك في 18 كرات عرضيه بشكل كويس قوي، بيعرف يعمل موقف واحد ضد واحد اللي ده مش موجود عند لعيبه كتير في مصر، لانه كمان كان ساعات بيلعب طرف يمين وشمال فعنده الموقف ده عدى عليه كتير بالظبط. فانا في رايي ان ده لازم يبقى فيه تفكير كبير جدا ان يرجع عموما. ده ملف كبير واحنا يمكن شغلنا الشغل دلوقتي ان احنا يعني نحقق حلم البطوله الافريقيه ان شاء الله. عشان كده بنسال السؤال، كيف يستعد الاهلي للشوط الثاني؟ عايزين نعيش الناس شويه في اوضه اللبس وتقول لنا في المباريات الكبيره دي لما يعني خلاص بتكونوا قربتوا عليها بيفصلكوا عنها ساعات قليله، اللاعب الكبار اللي زي حضراتكم بيتعاملوا ازاي؟ يعني بيوجهوا الفريق ازاي؟ بتتعاملوا ازاي جوه؟ يعني بص انا هقول لك حاجه يا سام، الحقيقه طول عمر النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي في كل الاجيال الحقيقه بتلاقيهم قبل المباريات المهمه يعني بيبقوا هم مثلا مساعدين للجهاز الفني او مساعدين للمدير الفني، تلاقيهم بيتكلموا في كل كلامهم بيبقى كلام في الماتش في المباراه اللي هيلعبوها، احنا الفرقه دي عندها ثغره فين وهنشتغل ازاي ونعمل ايه ويحفزوا بعض لا يعني ما يبقاش في اي كلام غير في المباراه يعني على طول. يعني احنا انا قلت لك قبل كده ان احنا جينا كنا الكابتن محمود الخطيب كنا بنعمل معسكرات لنفسينا معسكرات يعني ما كانش فيه معسكرات، كنا نعمل مثلا 3 4 ايام ولا 3 ايام قبل المباراه ونقعد نتكلم في الفرقه اللي احنا هنلاعبها منكم كلاعيبه كده كده لوحدينا ولا حد قال لنا حاجه ولا بتاع فهو هي دي بقت موجوده. حتى بيجي دايما يقول لك مثلا ايه في النادي الاهلي مع في اللعيبه السته الكبار مثلا او الخمسه صحيح. الكبار بتلاقيهم دول هم اللي بيديروا غرفه الملابس وهم اللي يعني يحفزوا اللعيبه الصغيره ويتكلموا مع اللعيبه الصغيره والاهتمام فدي موجوده الحقيقه سهام على طول في النادي الاهلي. طيب عايزين برضو نتكلم كابتن وذكرياتك، نتكلم على الساعات القليله اللي هي انت بتروح اكيد الملعب قبل المباراه بساعتين ونص تقريبا بالظبط. كل يعني كل كان مدرب وحضرتك عشرت مدربين كبار، الجو بتاع اوضه اللبس قبل المباريات الكبيره بتختلف من مدرب لمدرب، كنت بتعيشوها ازاي؟ يا ترى الهدوء الخالص مفيش صوت ولا بيبقى فيه تعليمات كتيره ولا بيبقى فيه دوشه؟ يعني الاجواء دي كلها احكي لنا حضرتك كنت بتقضوها ازاي في الاوقات المهمه اوقات الماتشات الكبيره. يعني عارف يعني انا في موقف يعني مضحك كمان يعني كنا رايحين مباراه الزمالك وفي الاتوبيس وكان معانا محمد عباس. ده امتى يا كابتن رمضان؟ ده كان سنه مثلا ايه تقريبا 81 حاجه كده او 80. فطبعا كان معانا الكابتن حسن حمدي مدير الكوره، فانت لو رميت الابره هتسمع صوتها في الاتوبيس. بص مفيش حد بيتنفس حتى يعني النفس حتى ما حدش بيسمعه، وراح احمد عباس ده مش عارف حد قال له حاجه وراح ضحك ضحكه كبيره جدا جدا الاتوبيس ده اتقلب والله يعني لا اللعيبه بتبقى مركزه يعني ما حدش بيكلم التاني خلاص انت خدت المحاضره كل واحد بقى مركز في نفسه وكل واحد مركز دوره ودور الزميل اللي قدامه وزميله اللي وراه وبتاع وكده ما حدش بيفكر في اي حاجه خالص. تتخيلوا شكل المباراه يعني بنقعد نكلم بعض ودايما بنقول كمان على الايجابيات والسلبيات يعني الفرقه الثانيه دي فيها ايه ونقفل عليه ازاي ونشتغل عليه ازاي. في كان عادات يا كابتن دايما لكل لعيب قبل المباراه بيعملها وما عملهاش بتبقى بالنسبه له مشكله، ايه العادات اللي حضرتك كنت بتحرص انها تعملها قبل المباريات المهمه؟ كل واحد انا هقول لك انا كنت بعمل ايه بس اسمع من حضرتك يعني ايه تحرص ان دايما قبل الماتش المهم لازم اعمل 1 2 3. بص يعني انا يمكن هقول لك ان مش قبل الماتش بساعتين، انا مثلا ايه كنت احب اتفرج على الفرقه الثانيه المباراه للفرقه الثانيه لوحدي من غير بقى من غير محاضره ولا من غير محاضره ولا من غير اي حاجه خالص، وانا بلعب مثلا ناحيه اليمين او بلعب ناحيه الشمال بشوف انا ممكن اخترق منين، بشوف انا هقفل على الراجل ده منين، بشوف انا هساعد في المساحه دي ازاي،
يعني كان كل تفكيري ان ما اروحش مباراه مبهمه كده، ان انا رايح كده مش عارف حاجه. لازم تدرسها كويس. لا لازم طبعا كان ايام الشرايط بقى والحاجات دي، الفيديو. فكنت اجيب المباراه واتابعها بالشكل دوت. قبل المباراه الحقيقه كان ما كانش فيه اي حاجه خالص غير التركيز، يعني ابقى مركز بشكل كبير جدا جدا، ما حتى يمكن ما بفكرش في، يعني ما بخرجش بره اوضه اللبس. يعني تفكيري ما بخرجش بره اوضه اللبس، ولما انزل الملعب خلاص انا ما بخرجش بره بقى المستطيل ده في تفكيري وفي تركيزي. والحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا، يعني الحاجات دي مهمه جدا. طبعا يا كابتن. انت بتعمل ايه؟ انا بالوضع انا كنت بتكلم في حاجات معينه، كان لازم انا على سبيل المثال يعني ربطه البنداج ديت انا كنت بربطها بنفسي. يعني حتى الدكتور يقول لي انا متعود، الكلام ده حصل يعني معايا من فترات طويله فمتعود، فالدكتور يقول لي لا انا هربطها لك. بقول له طب عايز تربط، سيبني انا اربط الرباط الاول لنفسي وبعدين انت اربط لي. يعني بحس بحاجات معينه. يعني تطبيقه التيشيرت نفسه، لو تطبيقه التيشيرت انا اللي اخش اطبق واحطها. كان في عادات كده. واخد لحضرتك مر عليك مدربين اجانب، بتكلم على الاجواء ليه؟ لان في بعض المدربين الاجواء الهاديه دي ما تعجبهمش. يعني المتعجبش المدرب يعني يحس ان الاجواء الهاديه ديت في تنشن زياده وفي تنشن زياده، فده تاثر فيبدا يقول له فلان مثلا شغل لنا مزيكا معينه. يشغل جزء. صح. في مدرب انا عدى عليا مدربين كده. انا من مدرسه الكابتن جوهري، ان انا متعود يبقى قافل على نفسي ومركز. فمره كنت في المانيا، كان اوتو رهاجل، فدخل اوضه اللبس هناك مختلفه شويه. يعني تلاقي كل واحد بالحاجه اللي بيركز بيها، حد ماسك سماعات، حد بيلعبوا جيمز، ممكن جدا يلعبوا جيمز قبل المباراه. فلقاني فقال لي انت متنشن يعني خايف؟ قلت له لا بس انا متعود. قال لي لا لا لا. راح نادى واحد كان مايكل بالك، مش عارف بالك، هو من النوع اللي بيحب المزيكا، قال له ادي المزيكا بتاعتك شويه للكابتن هاني او لهاني عشان برضو يفك شويه. فدي الاجواء المختلفه. طبعا. حضرتك ما مرتش باجواء زي ديت من خلال المدربين يعني عصر النادي الاهلي، ولا كان دايما الهدوء والتركيز هو شعار اوضه اللبس؟ هو انت عارف يا هاني، يعني مثلا احنا انت اتعاملت مع كابتن جوهري. كابتن جوهري الله يرحمه طبعا، يعني المدرب العظيم. يعني الكابتن جوهري ما كانش يحبك يعني تعمل اي حاجه خالص غير ان انت، ولو هقول لك حاجه، ولو لك بتعمل اي حاجه يقول لك انت مش مركز، او ممكن ما تلعبش الماتش، او ممكن ما تلعبش. يعني يعني يقول لك انت رمضان مش مركز كده. والمدربين الاجانب حتى اللي جم، كل المدربين كان بييجوا يلاقوا الاوضه كده، يعني خلاص ده خلاص طبعا. قال لك انتوا البطولات اللي انتوا عملتوها دي كلها باللي انتوا بتعملوه دوت بتركزوا، خليكوا كده. ما حدش جه يعني اخترع لنا موسيقى ولا بتاع ولا مش عارف، لان هو شاف ان هو جاي نادي وعارف وقاري ان النادي ده واخد بطولات مثلا قد كده، فكل البطولات دي جت بالاسلوب اللي احنا بنشتغل بيه ده. فخلاص هو محافظ لك على نفس الاسلوب. اقامه المباراه على استاد القاهره مع يعني على الرغم من ان هي بدون جمهور، بس هل حضرتك شايف ان ممكن يكون ليها تاثير عن اقامتها في ملعب زي برج العرب؟ اي استاد القاهره بيختلف عن اي ملعب في مصر، مهما كانت الارضيه بتاعه الملاعب اللي بره. ممكن تبقى ارضيه عظيمه وارضيه جامده جدا وحاجه عالميه وحاجه. استاد القاهره لعيبه النادي الاهلي ولعيبه مصر منتخب مصر بيحسوا ان هم داخلين بيتهم، بيحسوا ان هم يعني اقول لك حاجه، مفيش فرقه في افريقيا بتيجي استاد القاهره، كان في الفتره اللي احنا كنا بنشتغل فيها يا دوبك 20 دقيقه من الجمهور والملعب ومش عارف ايه وبتاع. انت بتحس بده يا كابتن اثناء كمان ده هم نازلين يسخنوا؟ طبعا طبعا. يعني هم يعني ده انت رعب، استاد القاهره رعب للمنافس، رعب للمنافس رعب. يعني في ناس كانت بتيجي رجليها تخبط في بعض، وتلاقيهم مثلا اول ثلث ساعه مش شايفين، نكون احنا جبنا لنا جولين، جبنا لنا مش عارف يا ايه. يا رب يحصل. طب ان شاء الله ان شاء الله. والله كان كده فعلا. استاد القاهره بيختلف عن اي استاد موجود في مصر. طبيعي ويديك اطمئنينه وان ده ملعبك، يعني لا واحنا كمان كنا حافظين كل شبر فيه. يعني وغياب الجماهير طبعا هيأثر بشكل كبير. جمهور يعني ده كان يعني بتتكلم فيه حضرتك، ده كان مع وجود الجمهور 70-80 ألف. الأجواء ديت بتفرق كتير جدا. لكن زي ما انت قلت يعني
كمان لعيبه النادي الاهلي في استاد القاهره بالنسبه لي ان انا بلعب المباراه في استاد القاهره بالزبط. ده بالظبط معنويا كمان بيزود رغم غياب الجماهير، لكن واخدين على الملعب واخدين على الارض على الملعب والملعب حتى بيدي لهم قوه مظبوط. يعني حتى هم اي لعيب حتى ما فيش جمهور لكن هو اللعيب وهو بينزل الملعب يتمرن من يلعب من غير الجمهور بيحس ان وقت ما كان فيه جمهور كان بيحصل ايه. دي بتدي له قوه كبيره جدا الحقيقه. صحيح. وعلى المردود الثاني فرقه الوداد كمان لما تقول لك هنلعب على استاد القاهره برضو. زي ما احنا بنروح مثلا يعني محمد الخامس رادس مثلا بتبقى اسم الاستاد ممكن يبقى ليه مردود. في فرق افريقيه وكان بنسميه استاد القاهره مقبره للفرق المنافسه مقبره المنافس المنافس فلا استاد القاهره طبعا ان شاء الله باذن الله نعمل جيم كبير جدا 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 ان شاء الله باذن الله. انا كنت لسه هسال حضرتك يعني اخيرا توقعاتك للسيناريو المباراه هيبقى ازاي، لان كلنا يعني كلنا بنتمنى فوز النادي الاهلي اكيد وبنتمنى ان المباراه تخرج بسلام وان شاء الله بدون اصابات وبدون كمان كروت صفراء وحمراء ده أكيد. كمان مهم جدا أكيد. انت حضرتك شايف او تتوقع سيناريو المباراه هيمشي ازاي؟ يعني انا متوقع هاني ان النادي الاهلي هيستغل الحقيقه المباراه الاولانيه والثقه للعيبه عليها الحقيقه وهيلعب ضاغط طبعا هيلعب ضاغط على اساس ان هو كمان هو هيقول لك ان هيحسبها ان مثلا في نص ساعه ولا حاجه لو جبت جول يبقى خلاص الماتش خلص خالص. والوداد طبعا 100% هيجازف يعني عشان كده احنا مش عاوزين ندي مساحات لمهاجمين الوداد الجناحين براس الحربه مش عاوزين نديلهم مساحات يعني حتى واحنا بنهاجم واحنا ضاغطين وبنجيب جول لازم ما يبقاش في عندنا مساحات تحت ودي حقيقة. نقطه مهمه جدا يعني شوف اقول لك ممكن يركزوا عليها بما انهم مش باكين على حاجه زي ما حضرتك تفضلت طبعا هو بص اقول لك حاجه المدير الفني اللي موجود يعني هو عامل حسابه ان هو هيمشي بعد المباراه لان جاموندي المدير الفني الارجنتيني هو كان كمان ده رابع مدرب في السنه دي ده كان اعتقد ده كمان نقطه تاثير في الحاله الفنيه لفريق الوداد بالظبط رابع مدرب السنه دي بس يعني بالظبط فهو هيحسبها يقول لك انا جازف واعمل جيم هجومي ويمكن تيجي معايا لو ما جاتش معايا انا كده كده ماشي ده الاصعب في المباراه انك بتقابل حد يعني زي ما بيقول كده بايع يعني فده ان شاء الله باذن الله اولادنا يكونوا على اتم الاستعداد طبعًا. وان شاء الله زي ما قلنا هم بقى لهم يومين راحه وده شيء مهم جدا انه طبعًا. ساعات انك تخرج 48 ساعه بعيد عن التدريب وبعيد عن اجواء طبعًا. الشد العصبي بترجع فريش تاني فريش تاني ويبقى حاجه ايجابيه انك تخش تاني ومستعد بشكل افضل للمباراه يعني بالظبط ان شاء الله ربنا يوفقنا ونستضيفك يا كابتن تكون موجود معانا ان شاء الله دايما بقول للضيوف ان انا اكون هنا موجود في وسط الترابيزه الحلوه دي يكون موجود كاس افريقيا باذن الله نحتفل بيه لكن لسه قدامنا شوط ولسه بعد الشوط ده كمان في مباراه نهائيه ربنا يوفقنا فيها ان شاء الله كابتن رمضان بنشكرك شكرا ربنا يخليك هاني ربنا يخليك هاني بتاعتنا ودايما تكون اضافه لينا وبنستفيد من حضرتك شكرا يا هاني شرفتنا كابتن رمضان ربنا يخليك فعلا يعني استفدنا من خبرتك وممارستك للكره ربنا يخليك شكرا جزيلا ليك شكرا جزيلا ليكم مشاهدينا دي كانت حلقه يوم الاثنين بكره ان شاء الله بيتجدد اللقاء من 10 لـ1 في البيت الكيميائي.